الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضة اليوم مع وائل الرياض. بإذن الله في الجزء الثاني من الحلقة وفقرة الضيف تحديدا هيبقى معايا الكابتن هادي خشبة، طبعا نجم النادي الأهلي السابق وكابتن النادي الأهلي ونجم منتخب مصر والمدير مدير قطاع كرة القدم السابق في النادي الأهلي. هيكلمنا فيه كل حاجة تخص الفترة اللي فاتت في النادي الأهلي لما كان متولي المهمة وأسرار الإقالة وكل حاجة تخص، وهل هي كانت إقالة أم استقالة، وعلاقته بمجلس الإدارة الجديد وعلاقته بمجلس الإدارة القديم، وكمان هيكلمنا في الفترة القادمة بالنسبة له لأنه هو تقريبا عنده تجربة إعلامية بدأ فيها أو هيبدأ فيها. فهنتكلم معاه في كل حاجة تخص حياته سواء اللي فاتت أو القادمة بإذن الله. انتظرونا بإذن الله في الجزء الثاني من الحلقة مع الكابتن الخلوق المحترم هادي خشبة. خلونا نبدأ من عند الأخبار. امبارح قلنا واعلنا والنادي الاهلي اعلن في المؤتمر الصحفي عن التجديد لوليد سليمان لمده 3 مواسم، ويمكن وليد اعلن والكابتن علاء عبد الصادق كمان المشرف العام على كره القدم في النادي الاهلي قال ان التجديد لوليد كان من 3 اشهر والدنيا كلها كانت مستقره ومتظبطه ومفيش اي مشكله، انما احنا كنا بنعمل او بنشوف ايه الموضوع في الاعلام والناس بتتناول الموضوع في الاعلام بشكل عامل ازاي. النهارده فوجئنا باخبار طالعه في الاتجاه المعاكس وبتقول ان وليد سليمان ما جددش للنادي الاهلي بصفه رسميه وان الموضوع لسه ما فيهوش اي كلام عن التجديد او ان النادي الاهلي بيكذب في موضوع التجديد. والجمعه رد على الكلام دوت مدير الكوره طبعا وقال ان النادي الاهلي مش هيغامر بسمعته وبتاريخه وباسمه ويعلن التجديد للاعب مهم وعليه الاضواء زي وليد سليمان وفي الاخر يخزل جماهيره ويطلع كذاب ويطلع ان هم ما جددوش ولا عملوا اي حاجه. فاعتقد ان ده كلام بعيد، انما هو كان محاوله من الجهاز الفني والجهاز الاداري في النادي الاهلي ليه عشان يشوفوا الاعلام بتتداول او بتتناول موضوع التجديد او موضوعات التجديد او الموضوعات اللي تخص النادي الاهلي بشكل عامل ازاي، وشايفين هم من وجهه نظرهم في النادي الاهلي ان في ازمه ما بين الاعلام وبين النادي الاهلي، وكمان شايفين ان في حمله موجهه ضد النادي الاهلي. طيب يعني اللي احنا عرفناه من المطبخ او من داخل النادي الاهلي ان وليد جدد بالفعل ومضى على عقود تجديده، وان العقد مدته 3 مواسم والموسم يعني هيبقى من 3.5 أو 4 مليون فئة اولى، كان اقصى رقم او اكتر واحد بياخد قيمة مالية هو كابتن الفريق كابتن حسام غالي، كان هو اكتر واحد في النادي الاهلي، اعتقد وليد سليمان اقترب منه او سواه. ف الموضوع مستقر ما فيهوش اي مشكله، وده خلاص يعني مش عارف ايه الهدف من اثاره بلبله حوالين ان في لاعب ما جددش ويظهر في المؤتمر. طب هو النادي الاهلي هيكذب ليه في ان هو خلى قال لوليد سليمان جدد؟ يعني مش عارف يعني إيه. طب يعني عايز اعرف ايه الهدف من ان انا اطلع خبر في الاعلام واقول ان وليد ما جددش برغم ان النادي الاهلي عمل مؤتمر صحفي يعلن فيه تجديد؟ يعني طب ما هو لو في حاجه زي كده يعني وليد سليمان مثلا اتدبس، ما هو مش عيل صغير مثلا عشان يتدبس في حته ان هو تعالى وليد اطلع المؤتمر قول ان انت جددت وانا ما جددتش، ولا النادي الاهلي ناس كدابه عشان خاطر تطلع تقول ان احنا اعتقد ما فيش نادي في مصر بيطلع يقول ويعمل مؤتمر صحفي اللاعب وهو لسه ما معهوش التوقيع بتاعه. صعب جدا يعني، صعب جدا يعني، انديه كبيره زي الاهلي والزمالك وحتى ده لو حتى انديه صغيره ما ينفعش ان هي تعلن تعاقد رسمي في مؤتمر صحفي رسمي في حضور اعلاميين وحضور كاميرات وحضور اللاعب ذات نفسه ويعلن التجديد وفي الاخر يطلع ما جددش. يعني اعتقد دي بعيده قوي، فانا مش عارف هدف حاجه زي كده ايه. لو نقدر نكلم حد يا جماعه من الموقع اللي كتب الكلام ده بحيث ان احنا نعرف هل مصادرهم جابوها منين، هل المعلومه دي جابها منين، يبقى حاجه كويسه. اخويا مصطفى لو تقدروا تعملوا لنا مداخله مع اي حد من الموقع اللي كتب الكلام ده. طيب حرس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وطاهر الشيخ عضو مجلس الاداره على مؤازره الفريق الكروي خلال تواجدهم النهارده في التدريبات الجماعيه، كانوا موجودين وبيشدوا كده من ازر اللعيبه وبيحثوهم على المكسب ومواصله الانتصارات على ماتش المولين القادم يوم الاربعاء باذن الله.
وائل جمعة هيسافر لإيطاليا يوم 17 نوفمبر عشان معايشة مع الميلان. أنا ضد كلمة معايشة 3 أيام، يعني المعايشة الطبيعي بتاع المعايشة إن هي إن أنت تقعد يعني أقلها أسبوعين ثلاثة، يعني يعني الحد الأدنى متهيألي 15 يوم تقعد معايشة مع فريق بقى سواء ناحية إدارية أو ناحية فنية، انك تعرف وتسال وتشوف ماتش مثلا وتشوف وحده تدريبيه كامله. ما اصل الوحده التدريبيه كامله مش يوم، الوحده التدريبيه كامله اسبوع من بدايه التمرين بعد الراحه لغايه نهايه صفاره الماتش. دي وحده، ده وحده كامله. بمعنى ايه؟ ان انا مثلا عندي تمرين يوم السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع، وعندي ماتش الخميس وعندي راحه الجمعه. الطبيعي ان انا احضر الاسبوع ده كله، احضر لا ليه؟ لان انا عايز اعرف الناس دي بتتمرن ازاي، وهو تقريبا الاسبوع شكل الاسبوع التدريبي بيتكرر على مدار كل الاسابيع اللي بعد كده، هتلاقي نفس السيستم او نفس الجرعه، انما ممكن شكل التدريب يتغير، في ابتكار بقى ان المدرب بيغير كل شويه تمرين مش عارف ايه، انما الاهداف بتاعه التمرين واحده والبدنيا واحده، لان هو خلاص هو داخل في فتره المنافسه. فاعتقد ان اللي عايز يعمل معايشه ما ينفعش يبقى اقل من كده، انما 3 ايام دي نسميها تحت نحطها تحت بند زياره. فوائل الجمعه رايح زياره لنادي اي سي ميلان عشان يعني في دعوه جات له من الفريق الاوروبي عشان يطلع بقى ويشوف البنيه التحتيه مش عارف ايه. هو بتبقى فتره زياره كده بيروح يشوف اوضه اللبس شكلها عامل ازاي مش عارف، ده الناحيه الاداريه يعني. يقعد مثلا مع مدير الكوره هناك، المدير الرياضي، ما عندهمش مدير كوره، المدير الرياضي، مدير التسويق، يقعد يشوف الدنيا ماشية ازاي او اداريا المنظومة ماشية ازاي. ولكن انا شايف ان المعايشة بتحتاج فترة اطول بكتير عشان خاطر تعرف الدنيا ماشية، لان زي ما بقول لكم الاسبوع مثلا في بداية الاسبوع بيبقى وحدة تدريبية شكلها معين، وبعدين بيعلى بالحمل، بيعلى حد اقصى، وبعدين يبدأ ينزل بالحمل، التمرين اللي قبل الماتش بيوم بتبقى الحمل تحت خالص، وبعد كده يشوف الماتش الحمل بيبقى عالي قوي. فكل الكلام ده اعتقد انه لازم دي فترة المعايشة اللي انا اقدر اقول ان ده طلع يعمل معايشة، ما تبقاش اقل من اسبوع او 10 ايام او اسبوعين، انما غير كده دي بتبقى زيارة خاطفة لمجرد انك تشوف بعينيك حاجة كده سريعة، تسألك سؤالين ثلاثة وترجع. فهو الجمعة عنده زيارة 3 ايام لاي سي ميلان الايطالي بناء على دعوة من النادي الاوروبي. احمد علي بينضم لقائمة الزمالك على حساب عمر جابر. هو الموضوع بتاع عمر جابر ده غريب قوي يا جماعة، انما عشان احنا قررنا ان احنا ما نتكلمش في اخبار مجلس اداره نادي الزمالك وما نجيبش سيره مجلس اداره نادي الزمالك عشان مش عايزين نجيب سيره مجلس اداره نادي الزمالك اصلا، ف هنتكلم على الفريق كوره. طبعا فريق كوره عمر جابر طلع بره المعسكر، كان عندهم معسكر مع انه بالرغم ان هو ماشي كويس اول فتره اللي فاتت، في حوار اتنشر على صحيفه المصري اليوم اعتقد، واتعمل مع الزميل اسلام صادق، واسلام صادق اعتقد ان هو اللي عمل حوار مع عمر جابر، وطلع قال ان الحوار والحوار طبعا فيه ان عمر بيأيد الالتراس والوايت نايتس وان هو معاهم وان مش عارف ايه، يعني كلام ممكن يبقى كلام عادي يعني، كل واحد ليه وجهه نظر وكل واحد شايف حاجه معينه، كل واحد براحته، انما قوبل ده برفض شديد من مجلس الاداره او من رئيس نادي الزمالك، وقرر ان هو يطلع عمر جابر من يعني في كلام بقى ان هو هيتشطب وان هو مش عارف ايه، معرفش قانونيته ان هو يتشطب من نادي الزمالك او يطلع بره القائمه بتاعت نادي الزمالك، ده عادي متهيألي ما فيش مشكله ان هو يمشيه من النادي، انما هل عمر جابر ممكن يكون متواجد في احد الانديه الاخرى ولا زي ما بيقولوا هيتم شطبه من سجلات الاتحاد؟ انا مش عارف هو عامل ايه، يعني هو متقدم فيه بلاغ للنائب العام، بلاغ للنائب العام انا برضو مش عارف ليه حيثيته، يعني بلاغ للنائب العام عشان هو عمل ايه، مش انا مش عارف يعني. ف عمر جابر طلع بره القائمه. احنا معانا الفيديو بتاع عمر يا جماعه، طيب قبل ما الفيديو يجهز فبقول لكم يعني عمر لعيب كويس ولعيب عمل شغل كويس، فالناس بتقول ان الحوار ده من 6 شهور، انا بقول لكم من خبرتي في الاعلام الصغيره اعتقد ان مفيش صحفي في الدنيا يعمل حوار وينشره بعد 6 شهور، يعني ما يعني الواحد لو هنا معاه معلومه بيحاول ما ياخرهاش 24 ما ياخرهاش لنص الحلقه الثاني. ف
فيعني زي ما بقول لكم يعني، وما كانش في ازمه ما بين الوايت نايتس وما بين رئيس نادي الزمالك من 6 شهور، ما كانش في ازمه. فزي ما بقول لكم يعني احنا بنتكلم في ان اي صحفي عنده معلومه، عنده خبر، عنده حوار صحفي مع نجم كبير او مع لاعب محترم او لاعب مهم زي عمر جابر، اعتقد مش يعني عمره في حياته الصحفي ما هيخلي الموضوع في درج المكتب عمره. واللي انا عرفته بسؤالي يعني ان الموضوع معمول من اول امبارح، الموضوع اتعمل اول امبارح بس. فزي ما بقول لكم المهم ان احمد علي انضم للقائمه، ربنا يوفق احمد علي وربنا يوفق عمر جابر وربنا يوفق كل الناس اللي بتاخد قرارات. طيب الاسماعيلي بيواصل استعداداته لوادي دجله، واصل الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاسماعيلي تدريباته استعدادا لمباراه وادي دجله في الجوله الثامنه من مسابقه الدوري الممتاز اللي هتقام يوم الاربعاء المقبل، والمفترض ان ريكاردو هيعمل تغييرات على تشكيله الفريق املا بقى في تحقيق الفوز. واللي احنا عرفناه برضو ان الماتش ده ماتش اخير او فرصه اخيره لريكاردو الاسبوع الثامن هيبقى الفرصه الاخيره، ولعب الاسبوع السابع فالفرصه الاخيره مع ريكاردو مع الاسبوع الثامن. ويقال كده ان في كلام حوالين ان حلمي طولان من ابرز المرشحين عشان يكون خليفه ريكاردو في تدريب النادي الاسماعيلي. طيب انا مش عارف يعني هل برضو 8 اسابيع كافيه انك تقيل؟ يعني في ناس اقالت من الاسبوع الخامس والرابع، ده حاجه، انما نادي كبير زي النادي الاسماعيلي المفترض برضو القرارات تبقى قرارات اكثر هدوءا. هل 8 اسابيع كافيه لاقاله مدرب؟ فمعرفش، انما يعني اللي احنا عرفناه ان الاسبوع اللي جاي او المباراه اللي جايه لنادي الاسماعيلي مع فرقه وادي دجله المفترض ان هي اللحظه الفارقه او الفرصه الاخيره للمدير الفني البرازيلي مع النادي الاسماعيلي. طب هو في سؤال، هو مش كابتن شوقي غريب كان المستشار الفني للنادي الاسماعيلي؟ فاكرين يا جماعه الموضوع ده ولا مش فاكرين؟ كابتن شوقي غريب كان هو المستشار الفني بعد ما تم بعد ما راح منتخب مصر، طلع العميد محمد ابو السعود قال ان كابتن شوقي غريب هيفضل معانا باستشاراته الفنيه وهو المستشار الفني للفريق الاول، وهو طب ما استشيره كابتن شوقي غريب، تجيبوا مين مكانه؟ يعني استشيروا كابتن شوقي غريب، شوف الدنيا فيها ايه عشان تعرفوا هل كابتن شوقي غريب عنده رؤيه مثلا، ولا الكلام ده كان بيطلع ساعتها بس يعني كنوع من المجامله، كنوع من التكريم، كنوع من الحب، كنوع من اي حاجه يعني. فكنا عايزين نعرف، انما يعني يقال ان حلمي طولان ابرز المرشحين. كابتن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري بيطلب التعاقد مع نور السيد ومع رباعي نادي الزمالك. حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري طلب التعاقد مع نور السيد لاعب وسط الزمالك السابق والدفاع الجديد المغربي عشان يدعم مركز وسط الملعب المدافع في خلال فتره الانتقالات اللي جايه، وكمان كان عايز يتعاقد مع 4 من ناشئي نادي الزمالك، محمود خالد شيكا ويوسف اوباما ويوسف محي ومحمود براني، ده خلال المرحله المقبله. كابتن حسام حسن اكيد عايز يعمل شغل كويس مع نادي الاتحاد السكندري، وهو جدير ان هو يعمل شغل كويس باذن الله. بذكر نور السيد، سمعت كلام عن قرب مفاوضات للنادي الاهلي مع نور، يعني سمعت كده كلام طرطيش كلام ان ممكن نور السيد يكون في كلام عن رجوعه من مصر، رجوعه الى مصر للنادي الاهلي. انا بقول لكم اللي انا بسمعه يعني اللي انا سمعته من ناس مقربه ان نور السيد معروض وبشكل قوي على النادي الاهلي، والنادي الاهلي ما قالش لا، النادي الاهلي ما قالش لا ناحيه نور السيد. طيب لجنة المسابقات بترفض تأجيل لقاء الرجاء والاتحاد. رفضت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين تأجيل مباراة الرجاء والاتحاد السكندري بالدوري لمدة 24 ساعة بعد ما طلب مسؤول الرجاء تأجيلها لمدة يوم واحد، على اساس انهم خاضوا مباراتهم الاخيرة بعد لقاء الاتحاد بالدوري وان هم في حاجه للراحه. وعامر حسين تمسك باقامه اللقاء في مواعيده، خاصه ان الجبليه ارسلت للانديه ما يفيد بايقاف مسابقه الدوري يوم 6 حتى ينضم اللاعبين لمعسكر المنتخب اللي بيستعد لمواجهه السنغال. طيب هو انا بس عايز اسال سؤال للحاج عامر حسين دلوقتي، فرقه الرجاء والاتحاد السكندري ما فيهمش لعيبه دوليين، يعني ما فيهمش لعيبه، ايه المانع اللي يحصل تاجيل لمده 24 ساعه؟ ما الاهلي بيتاجل له والزمالك بيتاجل له،
يعني هم عشان دول غلابة يعني عشان فرقة الرجاء دي غلبانة؟ لا يا جماعة خلي فيه مرونة. طالما الفرقتين مفهومش لاعب دولي وشوقي غريب او كابتن شوقي غريب مع الاحتفاظ بالالقاب مش هيختار حد من الفرقتين. الواضح ان مفيش حد من الفرقتين هيضم المنتخب مصر في المعسكر القادم. طب ايه المشكله يا حاج عامر؟ ايه المشكله ان تاجلهم 24 ساعه؟ يعني هي الموضوع مش موضوع، هو طبعا انك تلتزم بالمواعيد دي حاجه كويسه وحاجه بنحترمها، ولكن خلي فيه مرونه. طالما المرونه دي بتستخدمها مع الكبار استخدمها مع الصغار. الصغار وليس اسما، الصغار يعني في التاريخ او في بدايه الدوري، بتكلم عن الرجاء طبعا الاتحاد تاريخ كبير، ولكن لما مسؤول الرجاء يطلبوا طلب زي ده وطلب شرعي وطلب ما فيهوش اي مشكله ندرس حيثياته ونشوف امكانياته، ولو في ما فيهوش مشكله ما فيه يعني ما بقاش عندنا تعنت مع الانديه الصغيره. ده وجهه نظري. انما الاهلي يطلب سمعا وطاعا امين، الزمالك يطلب سمعا وطاعا امين، طيب ما خلونا الانديه الصغيره دي برضو يبقى ما هي انديه برضو موجوده ومحترمه ويعني المفترض ان احنا برضو نسمع صوتها. طيب حاج عامر. ازيك يا كابتن وائل؟ ازيك يا حاج عامر؟ الو. يا كابتن وائل. ازيك يا حاج عامر عامل ايه؟ تمام الحمد لله. كل قافل تليفونك كل ما عايز اعمل معاك مداخله الاقيك قافل تليفونك. لا والله انا برد على طول اهو. ربنا يخليك، عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. طيب انت ليه رافض تاجل لقاء الاتحاد والرجاء؟ يعني بتسمعه بعين بودن يعني خبيره وبودن كبيره وبتعمله يعني حساب للاهلي والزمالك والانديه الكبيره، الانديه الصغيره دي ما تبص لها بصه برضه يا حاج عامر. يعني ودن خفيفه وقت كتير مش فاهم. لا يعني قصدي يعني الانديه الكبيره لما بتطلب طلب الناس بتاخدها بمحمل الدراسه وبتشوفه فعلا في لقاء الرجاء والاتحاد الناس عايزه تاجلها 24 ساعه ومفيش لعيبه دوليه لا في الرجاء ولا في الاتحاد. ايه المانع طلب تاجيل المباراه يا كابتن؟ مين قال الكلام ده؟ فرقه الرجاء طالبه تاجيلها لمده 24 ساعه بس. مين اللي قالك يا كابتن؟ مسؤول نادي الرجاء. مين يعني؟ حد كلم حضرتك قال لك؟ اه. مين؟ تكلموا الاعداد. لا مفيش طلب رسمي قال لك يا كابتن من التاجيل. مفيش اي حاجه رسميه جات لك؟ لا لا. طب يبقى احنا ظلمنا، يبقى احنا ظلمنا لجنه المسابقات. طب لو في حاله ارسال حاجه رسمي لحضرتك بتاجيلها 24 ساعه. 24 ساعه ده يوم الجمعه يا كابتن. اه هي مشكلتها في ان هي يوم الجمعه وفي لعب يوم الجمعه كابتن وائل. لا لا ما انا بقول لك يعني هي هتبقى مشكلتها بس ان احنا ناجل عشان نقارن بدايه للزمالك. ما هي الزمالك بيلعب على ربع يوم. النادي الاهلي لعب يوم ايه يا كابتن وائل؟ الاهلي هيلعب يوم ايه؟ لعب يوم ايه؟ مش لعب يوم السبت؟ لعب يوم السبت وهيلعب يوم الاربعاء. طيب وهو الرجاء لعب امتى؟ الحد هيلعب الخميس. يبقى فين هنا التفرقه؟ فين يا كابتن وائل؟ لا انا ما بتكلمش على التفرقه، انا بقول لحضرتك ان ايه يا كابتن وائل بس؟ ان ما تزعلش بس يا حاج عامر انت حبيبي. ما بزعلش عشان حضرتك دخلت لي بودن تخينه وبودن رفيعه. لا ولا ودن تخينه ولا ودن رفيعه، انا قصدي ان احنا نمره اثنين. ده انا لسه من اسبوعين النادي الاهلي مقلوب عليا عشان خاطر راح لعب الاسيوطي في اسمنت اسيوط. انت مش اجلت انت مش اجلت الاهلي 24 ساعه؟ والاسيوطي ده نادي كبير. لا انت مش هتجيب للاهلي 24 ساعه. كل الانديه زي بعض يا كابتن وائل. طيب دي حاجه تبسطنا وحاجه كويسه، بس انا بسال حضرتك هي هو الاهلي مش كان طلب تاجيل 24 ساعه في مباراه الاسيوطي دي تحديدا؟ يا كابتن وائل الموضوع النادي الاهلي موضوع مختلف تماما. موضوع النادي الاهلي انا كنت ضاغط مبارياته عشان عنده كانت مباراه الوادي دجله والاهلي المؤجله كنت عايز العبها قبل تجمع المنتخب. لما الكابتن شوقي رفض ان المباراه تقام يوم 9 ما كانش في سبب ان انا اضغط مبارياته، فكان في فرصه نلعب زي بقيه الانديه كل ربع يوم زي بقيه الانديه. انا كنت ضاغط مبارياته. الاهلي لعب يوم 18 بعد مباراه المنتخب على طول يومين اللي فاتت. بدا مباراه الشرطه المؤجله يعني لعب 4 ولعب الشرطه يوم السبت قبل كل الانديه عشان اخلص من المؤجل من المؤجلات بتاعت النادي الاهلي. فكل الانديه عندنا زي بعض يا كابتن وائل. فكان ليها وضعيه خاصه يعني. طبعا دي مؤجلات فبضغط. فلما كنت ضغطت مباراه النادي الاهلي وفي انديه بتلعب على 5 ايام و6 ايام الاهلي بيلعب كل 4 ايام عشان خاطر اخلص من المؤجلات. لما كابتن شوقي رفض مباراه وادي دجله والاهلي فبقى عندنا فرصه ان هو ناجل له يوم زي بقيه الانديه. بس الموضوع كله طبعا مباراه الرجاء والاتحاد ما فيش اول حاجه طلب رسمي جالنا في التاجيل. لما حتى لو جاب طلب رسمي ثاني يوم 24 ساعة ده الجمعة واحنا قلنا هنوقف الدوري يوم 6 عشان خاطر المنتخب. ومشوار الأندية دي مش هي دي الوحيدة اللي ما عندهاش لعيبة في المنتخب. هيجي ناديين ثانيين
برضه احنا ما عنديش لعيبه في المنتخب، يبقى انا بستنى القرار لغايه ما اشوف الكابتن شوقي هياخد مين عشان احدد الماتشات، وده ما ينفعش. تمام. احنا اتفقنا مع الكابتن شوقي ان يوم 6 ننهي، يعني يوم 6 ننهي. تمام. ممكن الكابتن شوقي بعد الماتشات بتاعت الاسبوع ده يقول لك لا انا عايز لعيب من الرجاء، عايز لعيب من الاتحاد، طب اعمل ايه وقتها؟ تمام. فاحنا بنلعب على المضمون يا كابتن وائل، وزي ما اتفقنا مع كابتن شوقي ان يوم 6 هننهي، لازم ننهي يوم 6، وده الموضوع كله. على فكره انا مش عايزك تزعل، بس انت زعلان ليه؟ انت حبيبي. لا انا زعلان من الدخله بس. لا ما هي الدخله لازم اخدك بيها كده يا حاج عامر، انت عارف بقى. بس نبعد عن الوزان، عارفني انا عندي الكبار الكبير زي الصغير، دي مشكلتي. ده على فكره ده مهم جدا ان انا اقول لك كده، وان انت ترد عليك كده، ده حاجه توصل مسج للناس كلها ان لجنه المسابقات بتتعامل مع الكل سواسيه. حتى لو انا قراراتي واضحه، احنا لسه من اسبوعين كان النادي الاهلي والاسيوطي، يعني بين نادي ونادي، مع احترامي طبعا النادي الاسيوطي، النادي تاريخه قد ايه في الدوري، والنادي الاهلي ببطولاته وجماهيريته كله واعلامه وكل حاجه، والنادي الاسيوطي اللي ما عرفش الله رئيسه حتى الان، يعني ما تقابلناش مع بعض، هو بيقول راجل محترم جدا يعني في مكالمات تليفونيه. انما اللائحه والشروط طبقتها بالنسبه للنادي الاسيوطي زي ما بطبقها على اي نادي اخر، ان هو مسؤول عن يجيب ملعبه ويجيب موافقه الامن، هو اللي بيختار ملعبه. طبقنا كل حاجه، بنطبقها كلها على الانديه كلها. ده حاجه كويسه جدا، وده يعني تبقى اجابه على السؤال اللي انا سالته، ان هل بيتم التعامل مع كل الانديه سواسيه، النادي اللي لسه صاعد زي النادي اللي ليه تاريخ وليه اسم؟ وحضرتك بمنتهى الامانه قلت لي كله زي بعضه واحد، انت بتبص الجدول. حضرتك بالدلائل بقرارات قبل كده قريبه. مظبوط. ولو ما عملناش كده ما ينفعش نقع في المكان دوت، ونبقى مش محترمين من الاخر. حاج عامر انت من الناس المحترمه اللي كل المجال يعني متفق عليها وبيتفق على شخصها، فاحنا يعني اوعى تفهم كلامي غلط، انا فعلا كنت يعني حاسس ان لازم يتم التعامل، وانت اكدت لي ان التعامل مع كل الناس سواسيه. تمام يا كابتن وائل. بشكرك حاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات. طيب نطلع لفاصل، بعد الفاصل نرجع عشان نكمل بقيه اخبارنا. اهلا بحضراتكم مره اخرى، عايز اكمل الاخبار. استبعاد عبد المنصف ورامي صبري وابراهيم يحيى من قائمه انبي امام دمنهور. كابتن طارق العشري المدير الفني لفريق نادي انبي قرر استبعاد الثلاثي ابراهيم يحيى ومحمد ناصف ورامي صبري من قائمه مباراه الفريق المقرر ليها يوم الخميس عشان استمرار برنامج تاهيلهم الى علاجي وعدم الاستعجال في الدفع بيهم في المباراه الاخيره قبل توقف الدوري. عنده اسبوعين، هو شايف من وجهه نظره ان هو بيأهلهم بشكل كويس، واستبعد برضه محمد عبد المنصف ومحمود صبري من المعسكر. عاشور الادم بيغيب عن لقاء المصري وسموحه. عاشور الادم لاعب طبعا وسط نادي المصري البورسعيدي، بيغيب عن لقاء سموحه القادم ضمن مباريات الجوله الثامنه للدوري الممتاز، والمفترض ان هو عنده جلسه صلح مع احد ضباط الشرطه في محافظه البحر الاحمر ومش هيبقى متواجد، فحصل على موافقه كابتن طارق يحيى ان هو ما بقاش متواجد في هذه المباراه. طب عندي قصه غريبه جدا قبل ما اكمل الاخبار، وهي قصه الهاكرز او السطوه على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل واحد يخش يعمل اكونت باسم مثلا واحد. عندنا كذا كذا حل، كذا حاجه يعني، او كذا طريقه. واحد يخش يعمل اكونت باسم مثلا وائل رياض، ويخش يتكلم باسم وائل رياض ويعيش حياته ويعمل صفحه، وتبقى مش الصفحه الرسميه بتاعت وائل رياض، ويتكلم الناس. حاجه ثانيه او طريقه ثانيه، ان ناس دلوقتي بيخترقوا او بيعرفوا ان هم يخشوا على الايميل الرسمي للاعب او للشخص المشهور او لاي شخص، ويخش ويبدا يعمل هاكر عليه ويبدا يتعامل اكنه هو بالظبط، واللاعب ذات نفسه او الانسان ذات نفسه صاحب الموقع الاساسي ما يعرفش ان هو يخش عليه تاني، وتقريبا بيتغير بقى الباسورد ولا بيتغير ايه. انا يعني اللهم بعدنا عن الهاكرز، يعني نتمنى ان هم ما يجوش ناحيتي. فزي ما بقول لكم الموضوع ده حصل مع كذا حد، واخرهم مع احمد الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك، اللي حصل ان في واحد بقى بيتكلم باسمه على موقع التواصل الاجتماعي، وابتدى يكلم بنات وياخد منهم مواعيد ومش عارف ايه، وانتوا عارفين احمد بقى جان بقى وطويل كده وحليوه. فخلونا نسمع من احمد ايه اللي حصل بالظبط، وبعدين نيجي عشان نعلق على التقرير اللي هتشوفوه. انا جالي من فتره ناس كتير، حوالي سنه ونص، ناس كتير لما كنت في مصر قالوا لي ان في واحد منتحل شخصيتي وعامل اكونت على فيسبوك باسمي،
وانا طلعت وضحت اكتر من مره بس برضو الناس ما زالت بتصدق. فاللي هو بينتحل شخصيتي وعمال يكلم ناس وعامل لي برضو يعني عامل زي فيديو كده على سكايب، فيديو بيقطع كده شويه من غير صوت عشان الناس تصدق اللي انا. فيعني الحمد لله يعني قدرت اللي انا اجيبه وقدرت اللي انا امسكه عن طريق حد بالصدفه كلمني على الانستجرام، ده الحساب الشخصي الوحيد اللي عندي هو تويتر، ما عنديش اكونت على فيسبوك. وطلعت قلت برضو الناس ما صدقتش، فالشخص ده حاول يكلم الناس ويقابلهم على اساس اللي هو احمد الشناوي وشغل لهم الفيديو ده على سكايب وعشان الناس تصدق. وبيقابلهم في اي مكان، سيتي ستارز، في مول العرب، جنينه مول، بيقابلهم في مكان مفتوح طبعا مكان زحمه عشان يقدر لما يعمل اللي هو بيعمله ده يقدر يعرف يمشي والناس ما تشوفوش. فلحد ما جه حد على الانستجرام بعت لي قال لي يعني هي واحده بعتت لي قالت لي انا بكلمك على الفيسبوك انت ما عندكش ترد عليا ليه؟ فطبعا انا قلت لها انا ما عنديش فيسبوك. قالت لي ازاي؟ قلت لها خلاص افهمك الموضوع. فهمتها الموضوع وكلمتها وقلت لها خليكي بس اتكلمي معاه وخليكي يعني لحد ما يطلب ان هو يقابلك وقابليه وانا هبقى موجود في المكان ده بلغيني قبلها. ففوجئت امبارح بالتليفون منها ويعني مشكوره جدا طبعا انها ساعدتني في القبض عليه. ففوجئت بالتليفون منها فكلمتها قالت لي انا هقابله الساعه 10 في سيتي ستارز. فقلت لها خلاص تمام انا هجيب صحابي واجي وابقى مامن المكان واول ما يجي. فطبعا الشخص ده بيعمل ايه؟ بيجي قبل ما يقابلها بقى او قبل ما يقابله، لان في ناس كتير ولاد وبنات يعني من الفانز بتوعي يعني انا بعتذر لهم طبعا. ان شاء الله الولد في النيابه وهيتحاكموا وكل الحاجات اللي اتسرقت منه هترجع ان شاء الله. فالشخص ده بيقول لهم انا خمس دقايق بس بحط حاجه في العربيه ومع قرايبي تحت هبعت لكم واحد صاحبي، اللي هو الشخص ذات نفسه هو شخص واحد يعني هبعت لكم واحد صاحبي بس لابس كذا هيقعد معاك خمس دقايق ويقعد معاك خمس دقايق لحد ما نطلع. يطلع يقعد معاه او معاها ويقول الموبايل بتاعي فصل شحن اديني اكلم من عندك الكابتن اشوفه اتاخر ليه، يقوم ماسك الموبايل ويطلع يعمل نفسه مفيش شبكه في المكان اللي هم فيه. يطلع خطوتين طبعا في لمح البصر ما تشوفوش، فطبعا التليفون بيتقفل والناس بيتسرقوا. فطبعا معذورين هم مفكرين ان انا او ده صاحبي. فيعني الحمد لله ربنا ظهر الحق. والشخص ده برده امبارح فوجئت ان كان في من 3 سنين او من سنتين حد كلمني قال لي انا مفبرك فيديوهات ليك وفيديوهات للعيبه كتيره وفي لعيبه كتير دفعت فلوس ومش عارف ايه. قلت له فيديوهات ايه العبط ده والهبل ده؟ لسه في ناس ساذجه كده؟ فطبعا الحمد لله انا كاحمد شناوي انا ما بخافش من حاجه، الحمد لله ماشي صح وماشي سليم. فطالما انا ما حدش كسر يعني بحاجه وانا الحمد لله ما بخافش من اي حاجه، ولو كلنا ما بنخافش كده وكلنا واثقين في نفسنا فاكيد مصر والبلد هتتصلح والناس اللي زي دي هنقدر نجيبها. فده هددني من حوالي سنتين ثلاثه. فطبعا الموضوع اتقفل ما بقتش ارد عليه، فهو طبعا ما قدرش يعمل حاجه. وفوجئت ان هو بيقول لي انا اللي كلمتك على الفيديوهات. قلت له كمان طب يعني دي مشكله ثانيه يعني. فكل ده اتكتب في التحقيق. دلوقتي انا لسه نازل من النيابه من نيابه مدينه نصر طبعا، لسه نازل دلوقتي وعملت تحقيق وقلت في كل الاقوال ويعني قدرت يعني اعصر على حوالي 6-7 من الناس اللي اتعامل معاهم نفس الموقف، لان يعني في ناس كتير ما عرفتش اجيبها طبعا. وانا نزلت بيان والفيديو ده برضو اي حد حصل معاه نفس الموقف يا ريت يروح يدلب اقواله في النيابه ويقول. الشخص ده اسمه محمد صالح وهو من الشرقيه، فيعني الشخص ده هو اللي بيعمل كده وهو اللي سرق على الناس باسمي. فطبعا انا يعني بحمد ربنا اللي انا جبته واللي الناس اللي كانت بتقول ان انا عندي فيسبوك وكانت بتكلمني على سكايب. فطبعا كل ده وهم، وزي ما قلت لكم اللعيبه كتير، في لعيبه كتير مهدده بفيديوهات تسيء للعيب ده. وطبعا انا الحمد لله يعني طالما انا براعي ربنا في شغلي في حياتي فمش خايف من اي حاجه. وفي اي حاجه ده نزل فيديو لاي لعيب او نزل اي حاجه متفبركه، وطبعا انتوا عارفين احنا في زمن فوتوشوب وفبركه كتير يعني. فطبعا الحمد لله مش خايف من حاجه، واهم حاجه اللي انا رضيت ربنا واللي انا عملت الصح اللي انا شايفه. كان ممكن اخاف واخاف ان هو يعمل حاجه وبتاع، بس انا الحمد لله ما مش مكسور عيني ولا بخاف من اي حد. فهو ايا كان اي لعيب هيحصل له اي حاجه او اي حد هيتكلم على الفيسبوك على اي على تويتر على اي حاجه على لسان اي لاعب كوره، انا برجاء الناس تتاكد قبل ما ترد او قبل ما تروح تقابل الناس. يعني الناس المشهوره دي او الناس اللي ليها اسمها اكيد مش هتروح تقابل حد مثلا في سيتي ستارز في ناس في حته مكان فيه زحمه، اكيد احنا مش فاضيين يعني احنا ورانا تدريبات ورانا كل حاجه. فطبعا الشخص ده موجود في النيابه فوق واكيد هيتعرض على النيابه بكره والنهارده وان شاء الله ياخد اللي فيه النصيب. اهلا
اهلا بحضراتكم مره اخرى. شفنا التقرير، شفنا الراجل النصاب، ويعني النصب ده كتير بقى وليه اساليب مختلفه، وهو الجان اللابس اخضر ده اللي بينتحل ده طبعا صورته قبل ما يتعرض على النيابه، يعني ما يعني حاجه غريبه جدا. ف يعني وفي قصص بقى كتير، يعني ممكن احكي لكم قصص كتير حصلت مثلا مع معتز اينو من سنه او من سنه ونص، وكان كذا لعيب، انما اينو كان هو الابرز لان هو الاشهر لو تفتكروا. كان في واحد برضو راح وقال له، انا ببيع ارقام مميزه يا كابتن، وبشتغل في شركه ليها علاقه بالارقام وبالشبكات في مصر هنا، وهجيب لك رقم مميز، وجاب له فعلا رقم مميز جدا. وقال له طيب يا كابتن انا، وخده كده عند عماره معينه في منطقه معينه، وقال له انا هطلع بقى الفرع اجيب لك الشريحه، وهات الموبايل بتاعك عشان احط لك الشريحه على طول. يطلع من البوابه دي، ينزل من البوابه الناحيه الثانيه، وخلاص والتليفون بيتقفل، واللاعب بيلوس وما بيعرفش ان هو يجيبه. حصل كذا مره، يمكن لو تفتكروا اينو في القصه دي مسكوا الولد بعديها، ويعني عفوه علقه كده على الماشي، يعني ضربوه ضرب مبرح. فالقصص دي بتحصل، يعني القصص وارد ان هي تحصل وعادي ان هي بتحصل وموجوده. فكروني بس ده طبعا ده يعني اللي بينصب ده باسم الشناوي ده دليل ان هو مركز مع الشناوي بيحبه. يعني فكرني، فاكر اوائل فيلم بتاع مصطفى قمر ده اللي هو سمير سبوت، فتحي عبد الوهاب لما كان عامل دور سمير سبوت المجنون ده اللي كان بيحب مصطفى قمر. فهتلاقي في سمير سبوت كتير قوي في الوسط. طيب الجونه النهارده عملت انتفاضه، يعني بقى لها كتير قوي ما انتفضتش الانتفاضه دي، وكسبت طلائع الجيش اللي لسه كسبان المقصه الماتش اللي فات 6، اخذ الماتش ده 3. يعني دي حلاوه الكوره، معرفش دي حلاوه الكوره ولا دي دليل على ان احنا مش عارفين احنا بنعمل ايه، والمكسب بيجي ازاي وبيروح ازاي. المهم خلونا نكلم سعد حسني كابتن فريق الجونه، واللي قدر النهارده ان هو يعمل الهدف الثاني بشكل محترم جدا، وقدر كمان ان هو يتواجد مع الفريق اللي كسب النهارده 3. سعد ازيك؟ ازيك يا كابتن وائل، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله يا كابتن، تمام الحمد لله. مبروك النهارده. الله يبارك فيك يا كابتن، ربنا يخليك. يعني اعتقد سعد بقى لكم فتره كبيره في الجونه ما فرحتوش فرحه كويسه. والله الحمد لله احنا كسبنا الماتش اللي فات، وكنا زعلانين جدا ان احنا كان ادائنا مش كويس، بس كان لازم نكسب الثلاثه بنت الماتش اللي فات، ان هم يفوقونا شويه، يخلونا الناس من الناس ما تبعدش عننا. واحنا مركزين من اول الاسبوع ان احنا هنكسب طلائع الجيش، احنا عارفين ان طلائع الجيش كسب المقاصه 6. وكلمت كسب المقاصه 6 وخسر برضه من الزمالك 6، يعني معنى كده ان الديفنس اللي عنده برضه مش كويس. فالحمد لله قدرنا نقفل الشوط الاولاني، وكنا بنروح بالمسددات لو مركزين فيها كنا ربنا كرمنا بجوان فيها. بس الحمد لله ربنا كرمنا بالشوط الثاني الجون الاولاني، بعد كده لعبنا صح، قفلنا ورا كويس، وبعد كده برضه لعبنا على المسددات، ربنا كرمنا بجونين ثانيين. فالحمد لله بنحمد ربنا على النتيجه، وكان ادائنا كويس جدا النهارده الحمد لله يا كابتن وائل. انت عملت الجون الثاني مميز، وانا بتفرج عليك دلوقتي، يعني الجون الثاني اللي عملته هايل. الله يخليك يا كابتن، احنا بنتعلم منك يعني. كابتن ربنا يخليك. كنت شايف ولا كالعاده ما كنتش شايف؟ لا والله والله فعلا احنا اتمرنين عليها، عملت كذا كره الاسلام محارب في التمرين ماشي كده بالظبط. هي بالظبط. طب كويس، ده حاجه كويسه. سعد انت لسه في مركزك باك رايت زي ما انت؟ كابتن انا خلاص دي اخر سنه في الجونه، السنه دي الحمد لله الموسم اللي فات لعبت الموسم يعني كامل الماتشات والدقايق. السنه دي برضه الحمد لله ربنا يكملها على خير كده، وربنا يسهل. انا من ساعه ما سبتك في الجونه وانت بكره يا سعد، انا قلت ربنا كرمك، كنت لقيت قدام شويه. يا كابتن وائل الحمد لله، والله انت عارف الواحد بيحافظ على اكل عيشه، ده اهم حاجه، بتمرن كويس، والتوفيق ده بتاع ربنا الحمد لله. يعني بص يا سعد، انا طبعا لما بتفرج على الجونه دلوقتي وشايف ان انت كابتن الفريق وادم واحد في الفريق، بقول سبحان الله الايام جريت بسرعه يا سعد. يعني واحنا موجودين في الجونه كنا كلنا اول سنه مع بعض، ويمكن انت كنت لسه جاي من بلديه المحل على ما اتذكر، وكنت لسه لاعب صغير، دلوقتي اصبحت كابتن الفريق، اصبحت مسؤول عن فرقه المفترض ان هي فرقه محترمه في الدوري وليها باع في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا. انت بتقول ده اخر سنه ليك، انا وجهه نظري ان انت يبقى هدفك او تبقى حاطط في دماغك في المقدمه انك تجدد في المكان اللي انت اصبحت كابتن فريق فيه، اصبحت كبير فيه، ولا ايه؟ والله يا كابتن انت عارف النادي بتاعنا الواحد مش عايز يمشي منه، بس لو ربنا سهل وكرم الواحد ان هو يعمل سنه سيزون كويس ويروح مثلا نادي كبير،
ده طموح اي لعيب يعني، بس لو ما فيش الحمد لله ده ناديه وانا موجود فيه في اي نادي كبير يعني. نادي كبير زي ايه؟ اهلي او زمالك؟ اه ان شاء الله اهلي او زمالك يعني لو ربنا سهل ان شاء الله. ما فيش نصيب، انا خلاص موجود في ناديه وانت عارف الحمد لله الواحد لما يكون شغال في مكان كويس ما بيبقاش عايز يسيبه. مظبوط، لما يروح حاجه احسن. مظبوط. طب هل في كلام من الاهلي او الزمالك؟ لا يا كابتن والله كان في كلام كده السنه اللي فاتت في اخر السيزون مفيش نصيب يعني. من ايه؟ من الاهلي ولا من الزمالك؟ والله كان في شويه كده من الاهلي بس الحمد لله يعني خلصوا حد تاني الحمد لله. خلصوا حد تاني في الفتره اللي فاتت. طيب لو لا قدر الله ما عندكش اهلي او زمالك في نهايه الموسم ده كله بعد كده هيتساوى بالنسبه لك ولا ممكن برضه يبقى في انديه انت حاطط عينك عليها؟ والله يا كابتن لو ما فيش كده يبقى انا ناديه برضه واخد، الواحد بيحب النادي والنادي الناس بتحبه فدي حاجه كويسه للعيب الكوره ان هو يكون موجود في مكان الناس بتحبه، ده اهم حاجه في الكوره يعني. بيقول لك في قاعده بتقول لك من بورك له في عمله فليلزمه، يعني ربنا مبارك لك في مكان وانت كبير فيه والناس بتحبك وتحترمك، فلوسك بتاخدها في وقتها، ليه تسيبه وتخش على ريسك تاني؟ بالظبط يا كابتن، ده اللي انا قصدي عليه. فلو ربنا ما كرمش في موضوع النادي كبير او كده خلاص انا موجود في ناديه يعني الحمد لله وان شاء الله نعدي كويس السيزون ده ونعمل مكان كويس للجونه في الدوري السنه دي ان شاء الله. متفائل حاسس ان الجونه هتاخد مكان كويس ولا هتصارع زي السنه اللي فاتت؟ لا بنتيجه الماتشين الاخرانيين الحمد لله بدانا نقف على رجلينا تاني زي الدور التاني بتاع الموسم اللي فات. فربنا يسهل ونكمل على كده ويبقى كلنا ايد واحده، جهاز واداره ولاعيبه، هتفرق معانا بعد كده ان شاء الله ان احنا ناخد مكانه كويسه للنادي يعني. مش كل سنه ننافس على الهبوط والكلام ده بقى. تمام. سعد المفترض ان انت دلوقتي كابتن الفريق واخد 6 بونت مع الـ مع الـ مع الجونه، هتقول ايه للعيبه بتاعتك في التمرينه اللي جايه؟ هتقول لهم هتكلموا تقول لهم ايه؟ نفضل فرحانين ولا ننسى اللي فات ونبدا من اول وجديد؟ هتقول لهم ايه؟ لا كابتن خلاص الستة بونت دول عدوا، احنا دلوقتي في عندنا ماتش الداخليه بعد التوقف زي ماتش النصر، كنا وحشين قلنا خلاص يا جماعه الماتش خلاص خلص ان شاء الله اللي جاي احسن، والحمد لله كان النهارده الاداء احسن وكسبنا. الداخليه لو فضلنا عايشين على الستة بونت مش هنكسب تاني. تمام. فخلاص ننسى الماتشين دول، الحمد لله ربنا وفقنا، نركز بقى في ماتش الداخليه، الثلاثة بونت دول هيفرقوا معانا جدا في مشوار الدوري كله. مظبوط. سعد حسني كابتن فريق الجونه، انا بشكرك شكرا جزيلا والف مبروك. طيب انا كنا بنتكلم عن المحله وغزل دمياط والسلام والنيل بيشاركوا في كاس مصر، دول ارسلوا خطابات خلاص اتحاد الكوره ان هم عايزين يشاركوا في مسابقه كاس مصر وسددوا قيمه الاشتراك اللي قدرها 3000 جنيه. كيما اسوان بيوقع غرامه ماليه ضد شاكوري، ابلغ نادي كيما اسوان الاتحاد المصري لكره القدم بانه قرر توقيع عقوبه ماليه على اللاعب ديفيد شاكوري قدرها 3000 جنيه وذلك للانقطاع عن التدريب وعدم حضوره للنادي بدون ابداء راي. طيب معانا كده فيديو لعمر جابر، خلونا نطلع نتفرج عليه وبعد الفيديو نرجع نكمل اخبارنا عشان نستقبل كابتن هادي خشبي. هو واحد من اللاعبين المتميزين الذين انجبتهم الكرة المصرية في السنوات الاخيرة، ونجل الكابتن محمود جابر المدير الفني السابق للإسماعيلي. إنه عمر جابر لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر من مواليد 30 من يناير عام 1992 في مصر. عشق عمر كرة القدم منذ صغره واشتهر وسط زملائه بمهاراته الفنية العالية، وكان حلمه أن يصبح لاعبا مشهورا. انضم اللاعب إلى فريق الناشئين في نادي الزمالك منذ الصغر واستمر حتى صعد إلى الفريق الأول بقيادة حسام حسن بترشيح من محمود سعد ومحمود برجيلة. خاض أول مباراة له مع الفريق الأول أمام طلائع الجيش في استاد الكلية الحربية، وظهر اللاعب مهاراته حتى اعتمد عليه المدير الفني في جميع مباريات الدوري وأصبح يشارك أساسيا في المباريات. لعب عمر جابر مع منتخب مصر للشباب في كأس العالم بكولومبيا، وشارك مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد لندن 2012، وحصد مع نادي الزمالك بطولة كأس مصر مرتين، ليحصل اللاعب على حب جماهير الزمالك في وقت سريع بصفته مستقبل الزمالك المشرق مع زميلي محمد إبراهيم الذي انتقل للنادي مارتيمو البرتغالي لخوض تجربة الاحتراف. يعني
يعني شفت حضراتكم التقرير اللي معمول لعمر جابر من اللعيبه المحترمه من اللعيبه المهمه، هل مشيانه من نادي الزمالك او شطبه من نادي الزمالك ممكن يعني يخليه ينتقل لغريمه النادي الاهلي، ممكن ينتقل للاحتراف في اوروبا، ممكن ينتقل لاي نادي في مصر تاني، محدش عارف. انما اكيد عمر جابر بانتقاله لاي حته هو مكسب، لان هو اصلا وجوده في الزمالك مكسب. يعني خلونا نتفق ان باشيكو ابتدى يعتمد عليه بشكل اساسي في الناحيه اليمين، لان هو شايف ان هو لاعب مميز ولاعب مؤدب جدا ولاعب محترم، وخلوا يعني الافكار دايما تبقى على جنب، ولكن هو لاعب محترم ولاعب على مستوى الانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك. طيب بصوا يا جماعه، عندي قصه غريبه جدا. القصه بتتمثل في ان فرقه الترسانه تحت 14 سنه راحوا يلعبوا مباراه في مكان انا مش عارف اسم المكان ايه، المهم نعرف دلوقتي كل حاجه كل التفاصيل، ولكن راحوا يلعبوا، المهم اتراقوا علقه يعني غريبه جدا من السكان ومن اهل القريه اللي راحوا يلعبوا فيها او اهل المكان اللي راحوا يلعبوا فيه. خلونا نعرف التفاصيل معايا كابتن تامر طلعت المدير الفني لفريق الترسانه تحت 14 سنه. كابتن تامر ازيك؟ السلام عليكم كابتن وائل، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كله كويس؟ تمام والله يا كابتن الحمد لله. طيب احكي لنا التفاصيل كده بتاعت الموضوع. والله يا كابتن وائل انا لغايه دلوقتي مش عارف السبب ايه اللي خلاهم يعملوا معانا كده، والله انا هم مين طيب؟ قول لي الموضوع من اوله بس. فرقه اسمها مترو اينا، واحنا بنلعب المفروض ان احنا بنلعب الدوري دوت من دور واحد بس، يعني بنلعب ماتش على ملعب الخصم وفي ملعبنا. ده دوري تحت 14 سنه، خليك بس معايا واحده واحده. 14 سنه 14 سنه اللي هم مواليد 2000، انت المدير الفني بتاعهم، رايحين تلعبوا مباراه مع فرقه اسمها مترو اينا في مترو اينا. تمام. طيب ده دوري مناطق ولا ده دوري ايه؟ ده دوري ايه؟ دوري مناطق. دوري مناطق تصفيه اولانيه. تصفيه اولانيه، رحتوا تلعبوا الماتش، خلصتوا الماتش ولا عملتوا ايه؟ لا الاول مبدئيا الملعب سيء جدا، يعني ملعب صناعي مش ملعب كره قدم، يعني مفيش مشكله بتحصل، والناس كتير جدا بقى في الملعب وحوالين الخطوط وورا الجول، الموضوع صعب جدا يعني، وناس كتير جدا. ده فين مترو اينا دي قريبه من ايه دي؟ بعد المطرشين وال في الجيزه من جوه يعني. تمام. فالمهم سالت الحكم يا كابتن انت هتنفع تلعب في الظروف دي وفي الجو دوت؟ قال لي سلامتك وسلامتي هنضطر نلعب عشان نعرف نطلع سلام من البلد. تمام كده وش قالها لك سلامتك وسلامتي. فقلت لك انت مفيش مشكله انت شايفه اتفضل. لعبنا يا كوتش. النتيجه خلصت 4-1 والماتش يعني خلصان من بدري، يعني مفيش اي حاجه او ما يتدعى ان هم يعملوا كده، الحكم صفر. خلص 4-1 ليهم. خلص 4-1 لينا احنا. ليكوا انتوا. طب ما انتوا لازم تتضربوا. صفر يا كابتن. ولقيت البلد كلها بتجري على اللعيبه في الملعب وضرب بشكل مش طبيعي، وجريوا على الفيرود بتاع جاب مين هو اسمه عمر، جريوا عليه يضربوه. ربنا كرمنا اللي احنا حاولت نلحقه مسكت عمر، طبعا ضربت الضرب كله جه فيا انا ومدرب معايا تاني. لعيبه كتير جدا من عندي طبعا فضلت تجري، اللي اتمسك طبعا الضرب، والاهالي بقى اولياء الامور الحريم قعدت تصوت، تعاطف معانا بعض الناس من البلد وقفوا معانا، لولا الناس دي كنا متنا، كان حد من اللعيبه ممكن يموت يعني. وبعدين ناويين تعملوا ايه؟ والله كابتن انا امبارح كنت في المنطقه كلمت كابتن جلال عقاد وقلت له خطر 1 2 3 وانا سيبك انا خلاص لعبته ومش رايح تاني، انما اي فرقه ممكن تتعرض تاني للي احنا تعرضنا له ممكن حد يموت كمان. مظبوط. فقال لي انت لا تعمل لي مذكره يا كابتن تامر ولازم تقدمها لي واحنا هنشوف تقرير الحكم. بس انا كابتن سيبك بقى معلش انا اسف من كل دوت. هو المفروض ان انا اعرفه كابتن مش لما تيجي فرقه تقدم ان هي تلعب في الدوري بيتبعت مندوب من المنطقه يشوف الملعب هل يصلح يتلعب فيه ولا ما يصلحش. يا باشا ده اذا كان في الدوري الممتاز ما بيحصلش كده، انت بتتكلم على دوري 14 سنه. طب يا كابتن الدوري الممتاز دي ناس كبار، انما دول اطفال 14 سنه كان ممكن 2 3 يموتوا. يا كابتن تامر يا كابتن تامر ما قلنا الكلام ده ما فيش حد بيصلح ولا في حد بيعمل حاجه تطوير ولا حد بيعمل الصح. والله يا كابتن الموضوع صعب جدا، صعب جدا 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 فوق ما حضرتك تتخيل يعني. لا خلي بالك ان لما يحصل كارثه بقى، لو لا قدر الله كان لاعب مات ولا لاعب مش عارف في جراله ايه. جدا يا كابتن يطلع 3-4 ميتين. لا ساعتها كان الناس هتتحرك بقى، ما احنا اصل احنا عندنا مشكله ان احنا بنتحرك بعد الحدث وبعد كده نتحرك من جديد. صعب قوي يا كابتن بصراحه يعني. المهم انت كويس؟ والله يا كابتن الحمد لله جت على قد كده نحمد ربنا الحمد لله. اللعيبه الحمد لله كويسين؟
والله كانت العلاقه يعني بفضل ربنا الحمد لله الحمد لله يعني الحمد لله. وبعدين هي بلد اسمها ميت رهينه, فطبيعي ان انت رهينه يعني انت بتاخده رهينه, فيعني كنت بتاخد مطروح اصلا. والله قلت هم عايزين يكملونا 125 رهينه حبيبي يا كابتن ربنا يخليك. شكرا كابتن تامر والف سلام عليك. يا جماعه بعد اذنك هتقولي حد من منطقه الجيزه, والله عشان احنا لازم نستفسر نسمع الطرفين, او هتقولي يعني طبعا مش هنعرف نجيب حد من ميت رهينه دي, مش عارفين اصلا يعني ال مين المسؤول عنها, ولكن هتقولي حد من منطقه الجيزه عشان نعرف ايه اللي هيتبع بعد كده ونسال الاسئله اللي المفترض ان احنا نبقى عارفين اجابتها. عندكم كابتن جمال العقاده يا جماعه حاولوا توصلوا له. طيب نطلع لفاصل, بعد الفاصل ارجع عشان استقبل كابتن هادي خشبه. هي كبيره انت في الاداره يعني مسكت مكان كبير بعد ما خلصت, فده يعني النادي الاهلي اتاح لك الفرصه دي فلازم تستفاد منها. يعني انت بدات كمنسق عام وبعد كده مدير للكره للفريق الاول وبعد كده مدير بعد كده قبل مدير قطاع مسكت مدير تنفيذي مدير تنفيذي لجنه الكوره وبعد كده مدير قطاع كره القدم. ايه البوزيشن اللي لقيت نفسك فيه وايه البوزيشن اللي قلت يا ريتني ما توليته؟ يعني طبعا لقيت نفسي في مدير قطاع كرة القدم. مدير قطاع كرة القدم. لان طبعا ده مدير قطاع كرة القدم هو عبارة عن هو منه المجلس الادارة مباشرة وهو المسؤول عن كرة القدم في النادي الاهلي. وبيبقى طبعا بيخطط من ناحية الاستراتيجية لفريق الكرة. مش فريق الاول فقط, هو اللي تابع ليه الشباب والناشئين والادارات الاخرى التابعة سواء التسويقية والادارات الاخرى اللي موجودة اكتشاف المواهب وغيرها. بيبقى تابع لمدير القطاع, فبالتالي لازم يبقى في دور تنظيمي جيد, فهو ده اللي كان بيستهويني اكتر. يعني اكتر مكان انت حسيت ان انت مرتاح تواجدك فيه؟ كنت مبسوط في العمل, لان النادي الاهلي ده انا يعني بعشق النادي الاهلي والعمل الاداري انا بحبه جدا, فاجتمع الحسنيين يعني, فالحمد لله كنت سعيد. يعني راضي عن الثمان سنين اللي انت قضيتهم كاداري في النادي الاهلي بنسبه قد ايه؟ لا الحمد لله بنسبه كبيره جدا يعني, لان كان الشغل هو اللي بيتكلم عن ادائك يعني. والحقيقه كان يعني كل سنه بيبقى في ثقه من مجلس الاداره ليا, دي كانت بتديني دفعه. وكل سنه بيبقى في مثلا او كل سنتين بيبقى المنصب بيختلف والمهام والمسؤوليات بتكبر. فدي كانت طبعا بتديني مسؤوليات اكبر وثقه في نفسي اعلى. فبالتالي الواحد لازم يعني بيشكر مجالس الاداره اللي هي بتديله الثقه وبيبتدي يحاول يكون على قدر المسؤوليه. الحمد لله فكل ده كان يعني كان بيسعدني جدا يعني, حتى لو في ارهاق كتير جدا في التعامل مع الاعلام والتعامل مع الاجهزه الاداريه والاجهزه الفنيه والاجهزه الطبيه والطلبات والاحتياجات. وجينا في فتره كمان في اخر ثلاث سنين يعني الموضوع كان في صعوبة شديدة جدا, لان كان في ازمة مالية ضخمة. ده اللي انا كنت عايز اسأله يعني, خاصة لما توليت المهمة كمدير القطاع. انت بتقول انت احسن بوزيشن بالنسبة لك كان مدير القطاع, طيب مع ان في الفترة دي كان اكتر صعوبات الفريق الاول واكتر مشاكل, وخاصة مشاكل مستحقات لعيبة ليها مستحقات انت مش عارف تجيب فلوس. طب يبقى اذا كان في فشل في حتة معينة ولا ايه تفسرها بايه؟ لا هو ما كانش فشل, لان النادي الاهلي كان له فعلا مستحقات يعني, مجلس الادارة وادارة التسويق والشغل بتاع الكرة اللي احنا كنا عاملينه. كنا التخطيط ان اوريدي المقابل المالي اللي كان بيحصل عليه فريق كرة القدم بالنادي الاهلي كان اعلى من المصروفات. يعني الايرادات اعلى من المصروفات. فما كانش عندك ازمه ماليه من حيث الاوراق. ده قبل الثلاث سنين؟ لا اثناء الثلاث سنين. لان انت عامل تعاقدات بمبالغ كويسه مع وكالات راعيه ومع شركات ومع ملابس وكذا, فكانت دي مغطيه مصروفاتك بشكل كويس جدا. حتى لو افترضنا انها جت في سنه من السنين كيتت ولا حاجه, بس في الاخر في ظل الازمه الاقتصاديه اللي كانت موجود فيها في الرياضه كانت ده انجاز. لكن الفكره في التحصيل. تحصيل المبالغ دي هي اللي كانت بتتاخر, فهي دي اللي كانت عامله لنا المشكله. فانت كنت عامل شغلك, فعشان كده كان عندك ثقه في نفسك, عامل شغلك, عامل عقودك, عامل اللوائح بتاعتك. فكنت التنسيق ما بينك وما بين الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي والاتحاد المصري في مستحقاتك كنا على طول بنتابعها وبنجيبها, فكانت دي بتعوض بعض. لكن كانت في ازمه عامه في كل مصر خاصة في الرياضة وفي الأندية التانية. فاحنا تأثرنا بيها, لكن كنا عارفين ان معانا حقوق تغطيها, لكن هي محتاجة وقت. يعني الوقت ده بقى جه بعد ما انتوا مشيتوا؟
يعني انا مش شايف ناس بتتكلم عن مستحقات للعيبه، الناس بتاخد لا الحمد لله الوضع دلوقتي بقى افضل كتير من الـ من الـ من الـ هل الـ هل عشان ابتدى التحصيل ولا هل عشان في اداره مختلفه او الناس دارت الازمه بشكل مختلف؟ لا انا طبعا انا مش عايش جوه النادي دلوقتي، ما اعرفش ايه الفرق، هل ايه المشاريع اللي تمت او كذا، لكن انا يعني في الاعلام بتابع الموقف. لكن طبعا اكيد في جزء كبير جدا من في التحصيل هو اللي ابتدى اما الدنيا يعني ابتدت في الرياضه ترجع تاني والدوري يرجع والكلام ده كله، فحصل استقرار سواء من البث الفضائي، حصل استقرار في وكالة الاعلانيه، حصل استقرار في بعض وحصل رواج يعني. رواج والحقيقه النادي الاهلي هو منتج رائع جدا، من افضل حاجه في مصر تقدر تبيعها منتج النادي الاهلي، فهو اوريدي متباع لوحده. فبالتالي تحصيل المبلغ ده التعاقدات هو ده اللي كان فيها مشكله، واتصور المجلس الحالي بيسعى جاهدا ان هو يستكمل هذا المشوار ويحصل جميع المبالغ المستحقه. طيب بعد رحيلك من النادي الاهلي ما طلعتش، يعني انت يعتبر ده اول لقاء ليك، صحيح ما طلعتش تفسر مشيت ليه وما مشيتش ليه؟ محمد يوسف طلع، سيد عبد الحفيظ طلع مع احتفاظي بالالقاب ليهم طبعا، انت اختفيت خالص وحبيت ان انت يعني ما تظهرش، ده كان سببه ايه؟ سببه لان انا يعني احترمت قرار مجلس اداره النادي الاهلي وشفت ان هو ده حق اصيل بالنسبه لهم ان هم يختاروا الانسب في المرحله اللي جايه، وهم اصحاب القرار والجمعيه العموميه انتخبتهم عشان هم اللي يديروا النادي. فبالتالي هم لازم يبقى ليهم مقاليد الامور ومين اللي هيشتغل معاهم يريحهم ومين اللي هم شايفين في وجهه نظر ان المرحله دي مش بتاعته. فانا احترمت هذا الكلام، وحتى في القعده معاهم مع رئيس النادي ومجلس الاداره لما بلغوني بالقرار قلت لهم انا يعني ما عنديش اي غضاضه في هذا القرار، بالعكس انا مؤيد القرار بتاعكم، ولو في اي دور عايزين اديه في مساعده الناس اللي جايه عن الحاجات السابقه انا موجود، ولكن احنا مأرشفين كل حاجه، هيدوسوا بس زي الكمبيوتر كده كل حاجه ان شاء الله بتطلع. لان عندنا اداره في كره القدم، اداره قويه جدا كسكرتاريه واداره كره قدم فريق اول والناشئين، سيستم يعني يعني مش هيبقى مرتبط، ما هو ده هيكله القطاع بقى اللي احنا كنا شغالين عليه في التسهيل فات، مش مرتبط بشخص، خلاص شخص يمشي يجي شخص تاني يجي في الاخر يتعامل سيستم، بس هيبدا من جديد. لا ما هو ده احنا شغالين لصالح النادي الاهلي، فالنهارده انت موجود او مش موجود فما عندكش اي مشكله. فمحدش بعديها اتصل بيا من النادي الاهلي، فانا اطمنت ان السيستم اوريدي مش محتاجين يعني اسئله عن حاجه او تقرير ولا حاجه، الحمد لله كانت مترتبه كويسه. طب انت احترمت القرار ولكن كنت متوقعه؟ طبعا كنت متوقعه. كنت متوقع؟ بس يعني هو سبب القرار انا ما كنتش متوقعه. يعني سبب ليه سبب القرار والقرار مجلس الإدارة طلع عليه انا ما كنتش متوقعه، لكن يعني انت كنت متوقع رحيلك ولكن ما كنتش متوقع ان السبب ان حصل مشكله ما بين كابتن محمد يوسف وواحد لا انا كنت متوقع رحيلي، لكن السبب هيكون ازاي او الكيفيه ازاي انا ما كنتش متوقعها، لكن انا عارف ان انا يعني كانت فرصتي ان انا استمر في وجود مجلس جديد له رؤيه جديده وعايز يبقى ليه يعني يغير من شكل الـ 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 القيادات اللي موجوده الحاليه. ده شيء طبيعي وشيء منطقي، يعني كل مجلس اداره له حريه الكامله ان هو يختار الاجهزه اللي عايز يشتغل معاها واللي هم يبقوا مرتاحين ليها. فبالعكس انا يعني وانا الفتره حتى اللي اشتغلت معاهم فيها في الفتره اللي هي كان حوالي شهرين او ثلاثه من ساعه ما جم، بالعكس كانت علاقتي بيهم جيده جدا، وانا حسيت ان هم عايزين يشتغلوا وعايزين يطوروا في النادي، وده حاجه كويسه يعني ما حسيتش باي فرق، وهم حتى ما حسسونيش ان هم يعني ان انا مش في دماغهم او مستبعد او كده، بالعكس كانوا بيتعاملوا معايا بمنتهى الاحترام، وانا كنت بتعامل وحسيت ان هم عندهم انتماء للنادي وعايزين يشتغلوا. دي حاجه كويسه. طيب هو حاجه كانت مقلقاك عشان انت متوقع رحيلك ان الناس حاسباك على رجاله حسن حمدي او ان انت من رجال حسن حمدي، ولا انت بيضايقك اصلا ان انت تحسب على حد؟
لا انا طبعا يعني شرفني ان انا يعني ان كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره يدوني الثقه في الثمان سنين اللي فاتت ده يشرفوني طبعا، ودي حاجه اعتز بيها للناس دي ادت للنادي في خلال ثمان سنوات وقبل كده طبعا، وضحوا بحاجات كتيره جدا وقتهم وجهدهم في سبيل النادي وادوا للنادي، فبالعكس ده الواحد يتشرف ان ان ان, إن انا يعني اذا اتحسبت ان انا بنتمي لهؤلاء المجموعه دي حاجه شرف ليا. بس هي الفكره ان اي مجلس اداره جديد بيحب ان هو يعني يبقى ليه يعني رؤيه مختلفه عن المجلس القديم، فبيحب يغير من المسؤولين اللي موجودين، وده شيء منطقي جدا في الكوره يعني ما هواش حاجه مستغربه، انا بحترمها جدا يعني. انما هل فعلا قرار يعني اقالتكم ان انتوا اشتركتوا في مؤامره ضد مجلس الاداره والكلام ده؟ لا طبعا احنا عمرنا ما هنتآمر على مجلس الاداره ولا على النادي، ده كلام يعني ما ينفعش ان انا اتكلم فيه يعني، لكن هو كان في سبب واضح من يعني هو اول اللي بلغني بيه المهندس محمود طاهر رئيس النادي ان حصل يعني مشكلة إعلامية ما بين الكابتن محمد يوسف مع مداخلة في أحد البرامج الرياضية، واتكلم على أساس أنه هو ليه بعض الملاحظات على تدخل مجلس الإدارة في تجديد أحد اللاعبين داخل النادي يعني. فمجلس الإدارة قيم الموضوع أن ده ما حصلش قبل كده في النادي الأهلي أن مدير فني يتجاوز في حق مجلس الإدارة، فدي مسؤولية مش مسؤولية المدير الفني بس، مسؤولية مدير الكورة كابتن سيد عبد الحفيظ ومسؤولية مدير قطاع الكورة مسؤوليتي أنا على إن لازم يبقى فيه كنترول وسيطرة أكتر من كده يعني. فبالتالي إحنا خدنا قرار إن أنتوا مش موجودين معانا. بس أنت يعني أنت محترم، بس أنت مقتنع بالكلام ده؟ أنت محترمه واحترمت، انما انت مقتنع يعني انت يعني مفترض ان انت اي حد يعمل مداخله تبقى واقف جنبه تلقنه مثلا تقول له تقول ايه ما تقولش ايه؟ لا هو خلينا نحط يعني قاعده اداريه صحيحه يعني. هو المدير الفني للنادي الاهلي هو تابع لمدير الكوره ولا تابع لمدير القطاع ولا تابع للجنه الكوره ومجلس الاداره؟ لجنه الكوره ومجلس الاداره طبعا. من حيث الايه؟ من حيث الفنيات. مظبوط. الفنيات ولا من حيث الناحيه الاداريه؟ يعني مين اللي يرقص مين؟ مدير الكرة يرقص مدير الفني ولا مدير الفني يرقص مدير الكرة؟ لا المدير الفني يرقص مدير الكرة. في ايه؟ في الفنيات. في الفنيات. في الاداريات مدير الكرة يرقص مدير الفني. تمام. في الاداريات. بالظبط كده. انت جاوبت الاجابة الايه الصحيحة. انك متعايش طبعا داخل النادي الاهلي. فالنهاردة تقييم المدير الفني من الناحية الفنية والاخطاء اللي لها علاقه شويه بالجزء الفني والتقييم الشامل ده لها علاقه بمجلس الاداره. مزهور. هو اللي يقول ده صح او غلط، ومجلس الاداره من يعني بيفوض من ينوب عنه في هذا الامر سواء اذا كان افراد او لجنه كوره. دور مدير قطاع كره القدم او المشرف العام على الكوره ان هو لا يتدخل برضو في الناحية الفنية، ولكن بيبقى دوره يعني استشاري في الموضوع، ولكن أساس الناحية الإدارية هي التنظيمية والكلام ده. نعم. فبالتالي هو الموضوع كله متداخل شوية ببعض يعني. أنت ممكن تحسب يعني ممكن نجد النظر أن المدير الفني لو أخطأ في مداخلة في الإعلام ممكن تتحسب على الجهاز الاداري او القياده الاداريه اللي مسؤول عنه. مظبوط. ممكن تتحسب عليهم اذا كان هناك يعني ايه موضوع لا اذا كان هناك تنبيه مسبق او حاجه كانت هتطرح فالحقه اعملوا الموضوع ده قبل ما المدير الفني يطلع او اي حد يطلع، لكن الموضوع حصل فجاه فبتبقى خارج السيطره دي ده تصرف فردي مش مسؤول عنه الكيان او الاداره. هي دي بس وجهه النظر اللي ممكن تكون في التقييم يعني. طيب هطلع لفاصل، بس قبل الفاصل اسال حضرتك سؤال واخد منك الاجابه بعد الفاصل. ليه ما شفناكش في اي نادي تاني بعد ما مشيت من النادي الاهلي؟ انت راجل ليك باع في الناحيه الاداريه، هل ما فيش نادي طلب الاستعانه بيك في الناحيه الاداريه تعمل له تبقى مدير قطاع تبقى مدير كوره؟ هعرف منك الاجابه بعد الفاصل. فاصل ونرجع نكمل مع الكابتن هادي خشبه. اهلا بكم من جديد، رجعنا لكم بعد الفاصل. سالنا كابتن هادي قبل الفاصل حوالين ليه ما فيش نادي تاني استعان بقدراتك او قال لك تعالى اشتغل، هل انت
يعني ندي انطباع للناس ان انت بتاع النادي الاهلي بس ولا وارد انك تشتغل مدير كره في اي حته؟ لا هو ما فيش عروض جات لي. ما فيش عروض، ولكن لو جات لك عروض يعني افكر فيها، لكن هل افكر ان انا يعني ابقى يعني ان انا اخرج شويه من حته ان انا في النادي الاهلي او كذا؟ لما يجي العرض ابقى ادرسه وافكر فيه. طب في ناس اتكلمت حوالين ان هادي خشب، عشان اقفل القصه بتاعت شغلك في النادي، في ناس بتتكلم حوالين ان هادي خشب كان من حقه انه ما يمشيش لانه معين في النادي الاهلي، الكلام ده حقيقي؟ صحيح صحيح صحيح. يعني انت كان ممكن تقول لي انا مش همشي، انا موجود قاعد ما حدش هيمشيني؟ صحيح، بس هو يعني هو الكلام ده كان اتقال في الفتره اللي هي كان فيها فتره ريبه كده، ان الناس ماشيه ولا قاعده ولا كذا وكده. وانا اشتغلت في نادي الاهلي بقى لي 8 سنين، فانا كنت اما تعدي 3 سنين عليك بتبقى بطبيعه بتتحول ورقك، بتبقى انت راجل موظف في النادي. تمام. فانا اوريدي يعني خلصت اجراءاتي الورقيه داخل النادي، انا راجل يعني طول عمري في النادي، فكسيستم شغل بقيت خلاص كهيكل اداري زي الموظفين اللي في النادي. تمام. فاشتغلت في النادي، فبقيت يعني كقانون العمل في مصر وقانون الانديه ان انا ببقى موظف رسمي في النادي. فانا اوريدي بغض النظر عن المناصب اللي انت بتاخدها، بس انت اوريدي بقيت موظف في النادي. فالموظف الرسمي اللي في اللي يعتبر في هيئه او مؤسسه مفيش اي مبرر ان هو يمشي الا لو في بقى حاجه قانونيه او جنائيه او كذا، يعني حاجه يعني اخلاقيه حاجه فساد في حاجه زي كده، فمفيش اي حاجه حد يقدر يمشي غير كده، محدش يقدر يمشي كده. عنده مشكله فساد، عنده حاجه يعني اي موظف في الدوله كده لما تسال فيه اي حد شغال في الحكومه او كذا هيقول لك نفس النظام، يعني الموظفين اللي في الدوله لازم يكون في استقرار ليهم، ما يبقاش الموضوع يجي مثلا حد يقول لك ده وحش يمشيك، ما فيش استقرار في المؤسسات يعني. فبالتالي ده نظام الدوله يعني. طب بس انت بقيت موظف بعد 3 سنين بعد ما كملت ورقك بعد 3 سنين، طب بقيت موظف تايتل ايه او بوظيفه ايه؟ اللي كنت منسق العام. منسق العام؟ كان في قطاع كره القدم. طب دلوقتي افترضنا ان انت رحت قايل للناس اللي جم عشان يمشوك انا مش همشي، انا راجل موظف في النادي. ايوه بس انا مش هعمل كده. ما اللي حصل؟ انا بتكلم لواحد تاني بقى مكانك. خلاص بيفضل قاعد. بيفضل قاعد يعمل ايه؟ قاعد جوه النادي بياخد مرتبه وبيقعد. لكن هو طبعا الصحافه اتكلمت في الموضوع ده في الفتره اللي بقول لحضرتك فتره الريبه دي، فانا ما رضيتش ارد يعني ما رضيتش ارد في الاعلام، قلت لهم يا جماعه هو انا علاقتي بالنادي الاهلي اكبر من ان انا اكون يعني موظف جوه النادي. النهارده لو انتم مش محتاجين هادي خلاص هادي هيمشي على طول، لو انا هستنى لما انا هقبل على نفسي بعد العمر ده كله، ان انا لو في مجلس اداره مش عايزني اقول لهم انا قاعد، استحاله. فيعني ازاي هم كانوا بيفكروا في كده او الاعلام بيفكر في كده؟ طب هو ايه اللي خلاك يعني بعد ما قرار مجلس الاداره طلع وقالوا لي وبعدين طلع قرار وخلاص ومشينا، كنت انا لسه على قوه النادي على فكره، يعني قعدت حوالي شهر على قوه النادي، وبعدين انا كلمتهم كلمتهم يا جماعه خلي بالكم في حاجه في النادي مش متظبطه، انا راجل مؤمن عليا وموجود في النادي كموظف، فلازم الموضوع ده يتحل عشان مش عايز اضر النادي في حاجه. فروحت النادي وقدمت استقالتي. قدمت استقالتي؟ انما الطبيعي ان انت كنت تكمل وتاخد مستحقاتك كل شهر وخلاص. هو ما انا بقول لحضرتك ان الطبيعي في اي مؤسسه يعني انا بتكلم ان انت مش هتعمل كده، ولكن كان وارد انت بعد الشهر انت قبضت الشهر ده. لا ما الراتب بيقعد، بس بيبقى في فلوس تامينات المفروض بتروح التامينات، بيبقى في حصه على الموظف وحصه على النادي على المؤسسه. فالمفروض النادي كان هيدفعها لحد مش موجود معاه. طب سؤال تاني، الكلام ده هتضر النادي ليه؟ طب دلوقتي انت بعد 3 سنين، يعني هنفترض ان اي مدير كره بيشتغل ممكن بعد 3 سنين لو قعد 3 سنين يقدم اوراقه كراجل موظف؟ على حسب بقى الاداره، لو انت راجل مستقر جوه النادي. خلي بالك المعايير دي المفروض بتحصل، انا بقول بس الصح يعني بتحصل في المؤسسات اللي مالهاش علاقه شويه بكره القدم. الا في كره القدم بتحصل مع الموظفين الصغيرين شويه. يعني اداري عامل اللي هو مستقر بعيد عنه النتائج وبعيد عنه بعيد لكن في الاماكن اللي هي ليها حساسه شويه وليها كلمه وليها مسؤوليه وكده بيصعب قوي في الكوره الاستقرار انها تتعمل لحد.
يعني ممكن المدير المالي مثلا جوه النادي الاهلي يتعمل له او مش المدير المالي اسف يعني الاداره الماليه يتعمل لها, بس المدير الكبير ممكن ما يتعملوش, انما الموظفين يتعمل لهم. فانت النهارده انا كنت موظف, كنت لسه صغير يعني كمنسق, كنت لسه بادئ لعيب كوره وطالع, فتعاملت لي كراجل موجود, بس انا كبرت بعد كده. فانا مش ممكن احمل النادي الاهلي عيب ان هو مسؤول عن الموظف وهو مش عايزه, فما ينفعش. طيب هل بدات فعلا تجهز نفسك عشان تخش انتخابات مجلس الاداره القادمه؟ لا خالص, ما فكرت. ما بداتش, بس بتفكر؟ لا يعني ما جاتش في دماغي خالص دلوقتي, ولسه الموضوع قدامه في 3 سنين يمكن. لا الموضوع مش في ذهني تماما دلوقتي, مش في ذهنك تماما لا يعني الله اعلم ايه اللي هيحصل, ربنا روحش. كنت يعني كان في ذهنك قبل كده يعني كنت حاطط من ضمن اتعرض عليا؟ اتعرض علي اتعرض عليا انت اتعرض عليا في الانتخابات اللي فاتت مع قائمه ابراهيم معلم. اتعرض عليا بس انا يعني مرضتش يعني مرضتش ليه بقى؟ حسيت ان انا يعني في مجلس الاداره هي طبعا مسؤولياتها اكبر, بس في الاخر انت هتبتدي شاغل نفسك بحاجات كتيره جدا, اعضاء النادي, الانشطه الاجتماعيه, الانشطه الرياضيه, الانشطه الثقافيه, وكره القدم, وقصه. فحبيت حته التخصص دي تبقى موجوده. لما ابتدينا في قطاع كره القدم عملنا هيكله وعملنا نظام احتراف, وبعدين خدنا ان احنا يعني اول نادي محترف في مصر, والكلام ده كله ده خد مجهود مننا وعملنا جهد كبير جدا. فما حبيتش الجهد اللي احنا عملناه وبنيناه ده ان هو ايه يعني ان انا انشغل عنه. عايز اركز فيه, عايز اكبر القصه لغايه ما نوصل بقى لمرحله شركه كره النادي الاهلي. شركة الكورة دي كانت الحلم اللي احنا كنا بنسعى اليها, ان انت تبقى نادي محترف عشان تلعب في البطولات الافريقية والاقليمية. ده كان تارجت بتاعنا وحققناه. في هدف تاني اكبر شوية, هي ان انت تبقى شركة كرة قدم. تفصل بقى ميزانيتك عن هو الميزانية اوريدي اتفصلت في الـ في الـ في الشكل الجديد او التقييم الجديد, لكن في الاخر ما هياش يعني. كانت زمان في ميزانية النادي الاهلي كانت بيبقى كرة القدم بقت كانت بند واحد في الميزانية. لما اشتغلنا بقينا لا بقى لينا بقى كذا صفحة في الميزانية, لان بقى لينا تخصص. لما تبقى شركة تبقى الميزانية كلها بتاعتك بقى, ما يبقاش في النادي مش تابع. فهي ده الحلم اللي احنا كنا بنسعى اليه, واتصور ان هو المفروض يبقى مطروح دلوقتي ان هم مجلس اداره يشتغلوا عليه, لان هو ده اللي جاي يعني. هو ده اللي جاي الشركات, وبعدين انك تضخ قيمه ماليه للنادي دلوقتي من خلال الرعاه فقط. اتصور هيبقى مش هو ده اللي هيبقى كافي, لان انت عايز استاد للنادي الاهلي, وعايز تجهز لعيبه دوليه, وعايز تجهز بطولات وتعمل. فاللي انت مستني بس حقوق رعاه, اتصور ده هيبقى قليل. لكن انت لو عملت شركه كره قدم وطرحت الكلام ده في كاسهم وبورصه والكلام اللي له علاقه شويه بالنواحي الماليه والقانونيه والاداريه, ده هتبقى نقله ثانيه خالص زي الشركات اللي موجوده في الانديه الاوروبيه دلوقتي. طيب كابتن هادي, عايز اخش بقى في فريق الكوره اللي موجود في النادي الاهلي دلوقتي. شايف فريق الكوره ازاي؟ انا شايف الموضوع الحقيقه في جوانب ايجابيه, منها ان في لعيبه موجوده جوه النادي الاهلي, وان اللعيبه دي اعمارها السنيه كويسه. في اجزاء سلبيه شويه, ان اللعيبه دي مش كلها مستغله, ومش كلها يعني ايه يعني المتعة في اللعيب لازم استفاد منه. ما حصلش الكلام ده لغايه دلوقتي. الصفقات مش كلها بتلعب. هو طبعا انا ما اقدرش العب ال 30 لعيب, بس على الاقل يعني ادي فرص بالشكل الكافي على عناصر معينه انا يعني كنادي يعني جبناها ومفروض نستفاد منها. الكلام ده مش ظاهر قوي. بتدي ادي امثله مثلا. محمد فاروق. محمد فاروق ده مثال لعيب مميز جدا في نادي المقاولون العرب, وكان المفروض ان هو يعني يبقى ليه دور مع النادي الاهلي اكتر من كده. محمد رزق بيبقى متواجد بس على فترات. كريم بامبو من يعني كان جبناه وهو كان لعيب في الناشئين من بره, كان في الجونه وادى كويس جدا مع كابتن فتحي مبروك. فكنا هو يتعطل ويرجع ورا,
للفترة الزمنية دي كلها وينزل الماتش الأخير ويبتدي يعمل في 10 دقايق برضو نقلة كويسة بس اتعطل كتير. مظبوط. رمضان صبحي كان لازم برضو يبقى ليه تواجد أكتر من كده. هم خدوا فرصة مع كابتن فتحي مبروك وأثبتوا نفسهم وقلنا إيه بعد كده كل الناس قالوا إيه؟ قالوا خلاص دول اللي هيبقى إيه؟ ولما يجي بقى ناس من بره محمد رزق وفاروق عليهم الدنيا هتوضح قوي. فلقينا التركيبة دي لسه مش راكبه يعني محتاجه بس ايه جهد شويه من الجهاز. هل التركيبه دي عشان كانت تستمر هل كان لازم استمرار كابتن فتحي مبروك ولا شايف ان يعني التعاقد مع جريد لا هو المدرب المصري كابتن فتحي انا بهنيه طبعا على الفتره بحييه على الفتره اللي اشتغلها لان خلي بالك لما يبقى المدرب شغال في الشباب ومصحصح ومركز لما يطلع فوق هيبقى يعني اورينت كويس. فكابتن فتحي استفاد بالفرح بالفتره دي وقدر ان هو ينقل الفرقه نقله كويسه. بس اما بعد بقى المفروض ان يجي مدرب اجنبي يمشي على ايه على نفس ويبقى ده دور الجهاز المعاون شويه ان هو يوضح له الصوره كانت ماشيه ازاي. بس انا شفت ان هي ما مشيتش بالطريقه دي هي مشيت بشكل تاني ان احنا لا احنا اللي قدامي كام لعيب دلوقتي 30 لعيب تعالى بقى ايه اشوفهم بقى في التدريبات واشوف كل واحد مستواه ايه واقيم مستواه ايه والكلام ده كله فببدا من جديد. فحسب بقى التدريب وحسب عطاء كل واحد وحسب كذا يبتدي انطباع المدير الفني وهو طبعا بيبقى معذور ان هو اجنبي هو ما شافش محمد فاروق وهو في المقاولين ما شافش محمد رزق وهو في المقاولين ما شافش اسلام رشدي وهو في المني ما شافهمش فبالتالي لازم ياخد الوقت بتاعه الطبيعي. طيب انت حاسس ان جريده لسه ما يقيمش دلوقتي ولا حاسس ان هو ملوش بصمه؟ لا انا حاسس ان هو يعني ايه ممكن يكون شغال مع الفريق بس ممكن ما يبقاش حط ايده على نقطة قوة والضعف ما يبقاش حط ايده على التشكيل الامثل واللي هم دول الفترة اللي جاية هي محتاجاهم هو دي لسه انا شايف ما وصلش ليها زائد التكتيك اللي في الملعب والشغل الفني اللي في الملعب محتاج يظهر اكتر من كده شويه يحتاج يبقى اشوف جمل بتتعمل في الملعب مش في الضربات الثابته بس لا جمل تكتيكيه شغل من ناحيه اليمين من ناحيه الشمال الربط ما بين المهاجمين ووسط الملعب ازاي التفاهم ما بين المدافعين والمهاجمين الجانب الايمن الجانب الايسر الربط ده حاسس ان هو احنا لسه بعيد عنه شويه وده محتاج جهد من الجهاز الفني فاتمنى ان هو يشتغلوا عليه وتنجح ان شاء الله الموضوع. طيب الفتره اللي فاتت الاسبوعين او الاسبوع اللي فات تحديدا كان في كلام كتير جدا حوالين التحكيم ومشاكل التحكيم مع النادي الاهلي والكلام ده فوجئنا بالنادي الاهلي بيطلع بيان من مجلس اداره النادي الاهلي تحديدا من المدير التنفيذي للنادي الاهلي الست اللي هو محمود علام وكاتب بعض البنود منها الاعتراض على التحكيم اعتراض على ايقاف باسم علي يعني كلام في هذا الصميم ناس قابلت البيان ده بترحاب شديد وقالت ان النادي الاهلي كان لازم يتكلم وناس قالت ان اول مره نشوف ان الاهلي بيصدر بيان عشان اخطاء تحكيميه عايز اسالك ايه رايك في الموضوع ده انت مع انهي فئه ان النادي الاهلي هل لازم كان يطلع بيان ولا ان النادي الاهلي ما ينفعش يتكلم في الحاجات الظلم اللي بيقع عليه تمام هو بس هنمسك الحته التحكيميه نغطيها الاول وبعدين نقول راينا في النادي الاهلي تمام في قراره يعني الناحيه التحكيميه هو الاصل عند الحكم ان هو يكون عادل وفير وبيدي الحقوق للطرفين تمام لما يحصل اخطاء يبقى عندك حاجتين في الخطا اما يكون الخطا متعمد اما ان هو يكون الخطا لضعف مستوى فلو خطا متعمد ده لازم يبقى فيه وقفه صارمه مع مفيش شب يعني اي زي ما حضرتك تقول زي ما انت عايز لكن التعمد يحتاج الى دلائل والدلائل ما هيش دلائل عاديه دلائل واضحه بينه والبينه على من ادعى يعني اما ابعد اقول الحكم ده اخطا قاصد او عمدا لازم عندي دلائل واضحه مش مجرد ان انا برمي التهم وخلاص وكلام في المطلق الكلام ده ما ينفعش انا مع الجزء الثاني اللي هو ضعف المستوى شويه ضعف المستوى ده نتيجه الحاله التحكيميه اللي بتمر بيها الحكام ان هم
يعني ما هماش محترفين بشكل جيد، هما طبعا لهم وظائف اخرى، فبالتالي مش مركزين في التحكيم، مرتباتهم ممكن اللي بياخدوها ضعيفه جدا، فبالتالي ممكن يبقى ذهنه مشغول بحاجات كتيره جدا. المستوى البدني بتاعهم ممكن يبقى عايز تطوير، ممكن محتاج من الناحيه الدراسات والناحيه العلميه عايز يتطور شويه، كل ده انا اتفق فيه. لكن انا حته التعمد ما اقدرش اتهم حد الا لما فيه دليل واضح. فده جزء على التحكيم. جزء النادي الاهلي هو الموضوع هاخده الاول من الجانب اللعيبه والجهاز الفني. لما يبقى في جزء كبير جدا في الاعلام والناس وبيتكلموا ان النادي الاهلي بيطلع ان الحكام ظلمونا وكذا، ده بيدي انطباع عند اللعيبه ان انا ما كنتش وحش في المباراه وان الحكم هو السبب. تمام. فبالتالي علاج ده بيبقى علاج صعب جدا. وده بيبقى دور الاجهزه الفنيه والاداريه ده مع الفريق، ان يا جماعه ما تهتموش باللي بيتقال بره سواء مننا او من غيرنا، اهتموا ان احنا اللي اخطانا في المباراه، انت غلطان في كذا، الباك رايت انت كنت غلطان في كذا، يا وليد سليمان ما ينفعش تتعدى على الحكم بالشكل في الغرف المغلقه. هو انت بتعمل نوع من الايه المجهود الزياده عشان تقلل التأثر الخارجي. وهيتأثر. فخلي بالك ان انت بتعمل حاجه انت بتضر نفسك بس انت مش واخد بالك منها. لما تيجي تقول انا الحكم هو اللي بيعمل كده فيا، فانا بدي مبرر واضح للعيبه وللجهاز ان انتوا ما قصرتوش، فمحتاجه من الجهاز شغل تاني مع اللعيبه. طب لا، الاداره نفسها انت ليه توقع الاداره في حرج؟ خلي بالك ان الاداره لما تبعت جواب تقعد تكتب جواب وكذا في حاجه، هي بتقلل شويه من 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 قيمتها. من لا مش من قيمتها، بتقلل شويه من الايمج بتاعك. انت النهارده ليه كلعيبه او جهاز انت ما تدخلش الاداره في حاجه الا في الحاجات الكبيره. لكن حاجات صغيره في موقف تحكيم او كذا، هو دايما الحاج اللعيب ملوش دعوه بالحكم مهما كان. انت لعيب، لا انت ما تعترضش على الحكم. ولو افترضنا ان انت يعني خرجت عن شورك حتى اما تعترض على الحكم في اسلوب معين معروف دوليا ازاي، وانت واقف حاطط ايدك ورا ظهرك وتتكلم باسلوب كذا، يعني لو عايز حتى شغل يعني متنفس ليك، لكن في الاخر ما ينفعش انك تعترض على الحكم بهذا. هو يعني انت ضد ان البيان كان يطلع من مجلس الاداره؟ لا، انا بتكلم على هو البيان ما بيطلعش من مجلس الاداره، هو البيان طلع من اداره النادي. اداره النادي. لا يعني كان الاولى انه يطلع من قطاع الكوره. لا، هو طبعا يعني احنا كنا فاصلين شويه حته الكوره كقطاع كوره في مسائل تخص كره القدم. يعني دايما الخطابات بتطلع من كره القدم على الاتحاد المصري كره القدم، واداره النادي بتبعت الخطابات اللي لها علاقه بقرارات مجلس الاداره. فبتبقى دي يعني واخده الصبغه الاعلى شويه، ان مجلس الاداره يتدخل في موضوع مهام جدا، مثلا موضوع البث الفضائي، موضوع يخص مثلا الاتحاد الافريقي او حاجه لها علاقه بالحقوق العامه كبيره، الرياضه 8 سنوات، الحاجات اللي ليها علاقه شويه بتمس كيان النادي او مجلس الاداره، دي على طول مجلس الاداره هو اللي بيطلع. لكن حاجات اللي تخص الكوره، حاجات التفاصيل اللي لها علاقه اليوميه باللعبه والفنيات وكذا، دي جهاز الكوره اللي بيطلع. جهاز الكوره اللي كان بيطلع. انما انت اصلا ضد البيان، يعني انت ضد البيان، وحتى لو كان في بيان يبقى يطلع من قطاع الكوره ما يطلعش من مجلس اداره. طيب كابتن هادي، انا عايز اعرف الفرق ما بين مدير الكوره ومدير القطاع. يعني الناس حاسه ان الاثنين واحد، بس هي زادت مناصب. يعني الناس يعني شويه صرح وائل جمعه، شويه صرح كابتن علي عبد الصادق، مش عارفين هو ده ليه مهام وده ليه مهام، ولا هما الاثنين مهام واحده ولا ايه؟ لا، هو بص، هو انا كنت موجود وكان معايا كابتن سعد عبد الحفيظ، فكنا اثنين. تمام. لما جه كابتن علاء عبد الصادق كان هو لوحده، وبعدين هو قرروا ان هم يبقوا اثنين. يعني حتى كابتن علاء قرر كده ان يبقى في كابتن وائل جمعه موجود. تمام. فاذا هو موضوع ما هواش للزياده، هو موضوع للحاجه. ايه بقى الحاجه؟ إيه ما هو المهام يعني بتاع الدو بتاع ده. طيب احنا كنا كاتبين طبعا بدون الدخول في تفاصيل المسؤوليات والمهام بتاعت كل منصب، من ضمنها منصب المدير القطاع او المشرف العام على الكوره، يعني ده منصب يعني المسمى الحالي دلوقتي، او مدير الكوره. مدير الكوره طبعا له علاقه شويه بالشان الداخلي لفريق كره القدم فقط.
فقط هو بيركز مع الجهاز الفني، هو فريق كرة القدم الأول، الأول فريق الأول لكرة القدم، ان هو بيركز ان هو يوفر احتياجات الجهاز الفني. تمام. يوفر احتياجات الجهاز الفني ويوفر احتياجات اللاعبين ويهيئ المناخ الجيد ليهم ان هم يكونوا في احسن صورة. تمام. دور المدير القطاع ان هو بيهيئ للمدير الكورة يلبي طلبات مدير الكورة والجهاز الفني واللاعبين انسب شكل وانسب اجواء ان هم يشتغلوا فيها. ويبقى هو يعتبر هو من المجلس الاداره مباشره. تمام. وهو القرارات بتطلع، يعني هو اللي بيدي معطيات القرار لمجلس الاداره، عشان مجلس الاداره لو في قرارات عاليه معينه مجلس الاداره اللي بياخدها، لكن في قرارات معينه هو اللي بياخدها نيابه عن مجلس الاداره في اطار اختصاصاته. طب وليه علاقه مدير القطاع ليه علاقه مباشره باللعيبه؟ هو بس ايه اختصاصاته من ضمن كمان مهامه ومسؤولياته ان هو له علاقه شويه بقى بالامور الاخرى اللي في الكوره اللي مدير الكوره ملوش علاقه بيها، اللي هو الشباب والناشئين والاكاديميه والادارات الاخرى فالشغل اكبر بكتير. تمام. من منصب مدير الكوره. تمام. يعني هي تعتبر المسؤول الاول او المباشر كده. والكابتن علاء عبد الصادق طبعا هو له خبره كبيره في هذا المجال، كان في انبي وطبعا قبل كده كان نجم كبير في النادي الاهلي ومن الشخصيات المحترمه، فطبعا عنده خبرات كبيره جدا في هذا المجال. طب ليه علاقه بقى مباشره باللعيبه؟ مدير القطاع ده ليه علاقه مباشره باللعيبه؟ يعني هو اللي يخصم من اللعيبه في حاله وجود مشكله من لاعب او حاجه زي كده؟ دي طبعا على حسب سياسه المتواجدين في المكان، المتواجدين وحسب اللائحه اللي موجوده. بس هو اللائحه بتقول ان الخصم بيطلع من مدير الكوره، ما بيطلعش من المدير القطاع او المشرف. اللائحه بتقول كده. فالمفروض اللي بياخد القرار عن الفرقه المسؤول عن الفرقه هو مدير الكوره، هو اللي ياخد القرارات الخصومات كلها او المكافئات. بعد كده بيعتمدها من من مدير القطاع او المشرف، لان المشرف المفروض ان هو ما بيدخلش في التفاصيل قوي الزياده، عشان هو طبعا عنده اعباء كبيره جدا، فبيدخل في الحاجات الكليات وبيسيب التفاصيل قوي. مثلا مدير جهاز الناشئين هو اللي عنده التفاصيل، هو بياخد قراراته بس باخر بيعتمدها من المشرف العام، لان المشرف عنده خبرات كبيره فبيقدر يقيم المسائل في الاخر. طيب بما انك كنت من افضل الناس اللي بتلعب في مركز الوسط المدافع، شايف الاهلي بيعاني شويه من المركز ده؟ الاهلي دلوقتي حسام عاشور وحسام غالي ومحمد رزق واحمد خيري واحمد خيري تمام. لا هو الاهلي المفروض ان هو في محمد حسن من الناشئين، ايوه. وفي طبعا ممكن لعيبه تلعب في المركز طبعا. هو ما بيعانيش في القصه دي، لان خلي بالك انت لما بتتكلم على اكبرهم حسام غالي مظبوط، بس حسام مش اكبرهم سنا. يعني حسام غير اكبرهم سنا، حسام كامكانيات حاجه رائعه. فبالتالي حسام له دور كبير جدا ككابتن الفريق ان هو يظبط الحته دي. وهو عنده يعني ظبطها قبل كده كتير جدا، سواء على مستوى الانديه اللي لعب فيها او على النادي الاهلي او في منتخب مصر. مظبوط. فبالتالي لما يبقى عندك حسام غالي المفروض انت تبقى مرتاح جدا. بس في دور على حسام ان هو يبقى طبعا يعني يبقى مركز 100% ان هو القائد في الحته دي، ووسط الملعب يبقى هو اللي بيقدر يشجع لعيبه زمايله بقى كلهم الاصغر منه ان هم يكونوا على نفس القدر يعني. طيب هو الجزء الاولاني انت قلت ان الاهلي ما بيعانيش وقلت الاسامي اللي موجوده في مركز الوسط المدافع. الجزء الثاني بما انك كنت لفترات طويله قوي كابتن النادي الاهلي، وحسام غالي دلوقتي هو كابتن النادي الاهلي، يعني يقال ان حسام عنده مشاكل كتير مع اللعيبه وبيزعق لهم ومش عارف بيعمل ايه. هو طالع امبارح قال انا بزعق لهم مصلحة النادي وبنقل لهم خبراتي، انما ما بهنش حد ولا اقدر ان انا اهين حد. شايف ان لو انت عايز تقول رسالة لحسام غالي ممكن تقول له ايه؟ حسام غالي انا بحبه، يعني انا مستوى الشخصي بحبه كشخص كانسان وكلعيب. لعيب مبدع يعني، كل مكان لعب فيه بيبدع فيه، سواء لعب كان بيلعب ليبرو. واساسا حسام كان في صغير كان ليبرو لعب وكان هايل فيها. بيقدر يلعب في وسط الملعب، بيقدر يلعب حتى تحت الفراوده. يعني عنده امكانيات عاليه حسام يعني. فانا بقول له ان انت دايما اللعيب الكبير ده يعني بيتعرض في حياته لبعض الضغوطات. تمام. سواء الضغوطات الفنيه او الضغوطات الاعلاميه او الجماهيريه.
فاللعيب الذكي اللي هو يقدر يخرج من كل هذه الضغوطات بشيء بسيط جدا من خسائر لا مش ان هو يخسر الجميع لا ان هو يكسب الجميع يكسب الجميع بتصرفاته بمعاملاته بادائه في التدريبات بادائه في المباريات وهو عنده الملكه دي يعني هو محبوب في وسط اللعيبه محبوب في وسط الجمهور في وسط الاعلام بس محتاج ان هو يعني يظهر الكلام ده على في الملعب لان في الاخر لما يظهر الكلام ده يترجمه في الملعب هينعكس عليه وهينعكس على اللي حواليه وهينعكس على اللعيبه في الملعب. شايف مين لما بتتفرج كده بتحس ان هو خليفه هادي خشبي؟ بيفكرك بنفسك يعني؟ لا اصل كل لعيب ليه مواصفاته الشخصيه يعني اكيد في واحد بتقول يعني انا بحس ان هو الرياض لا هو الرياض انا كنت بقطع وسلم ده كلام حضرتك كنت مع اعترافك كده كنت بتقطع وتسلم ماشي لا يعني شايف مثلا في كل لعيب له قدرات وامكانيات فما اقدرش اقول حد بعينه يعني لكن في لعيبه طالعه من الناشئين عندهم قدرات كويسه فلازم بس ندي فرصه للشباب اللي طالعين دول هي الفرق بس انك الجرأة والخوف انك خايف تدي فتخسر لا ادي واكسب وهتكسب ما تقلقش بس ادي اللعبة الصغيرة دي لان الشغل اللي اتعمل في الناشئين في الفترة اللي فاتت يعني لازم نستثمره يعني في الاخر الفضل ده لا ينسب لشخص ينسب للكيان لنادي الاهلي النادي الاهلي هو اللي تعب مش اشخاص فبالتالي عندك لعيبة مميزة جدا 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 في قطاع الناشئين عندك نصر ماهر عندك في 97 ميدفيد 97 عندك لعيبه محمد حسن قلت لك عليه عندك تريزيجيه برضو استثمار قطاع الناشئين طبعا وهي بس الفرق في الشخصيه بقى انك ازاي لما تطلع فوق تبقى الاعلام لا يؤثر عليك حتى لو مدحك او ذمك طيب اخر حاجتين حاجه ليها علاقه بموقف منتخب مصر شايفه ازاي يعني موقف متعسر شويه لكن في امل نلعب عليه اكيد يعني وجود كابتن شوقي مدرب كبير جدا والجهاز اللي معاه لازم يشتغلوا على الروح وعلى الدفعه المعنويه للفريق لان احنا مش ناقصنا كوره قد ما ناقصنا روح وتنظيم شويه طيب اخر حاجه بقى كان ليك تجربه اعلاميه سابقه في احدى القنوات وبعد كده اتجهت يعني انفصلت عن القناه دلوقتي ليك تجربه اعلاميه اخرى نعم. المفترض ان هي بدات امبارح تمام اول حلقاتك امبارح البرنامج اسمه ايه اسمه كرة على الهادي كرة على الهادي ده نفس اسم البرنامج اللي كان قبل كده صحيح هي هتفضل على الهادي ولا هتسخن الدنيا سخنه والله هي بتسخن هي بتسخن. بتسخن بس طبعا احنا كنا يعني بنحب نقدم رساله اعلاميه نظيفه يعني ما بنحبش نخش في توتر لان ساعات بيبقى في قنوات اعلاميه كتيره بيبقى فيها يعني الفاظ خارجه وخناقات ومشاكل فالحقيقه احنا حبينا نجيب الجانب الايجابي في الرياضه ان المشاهد بقى بيحب الخناقات والمشاكل اكتر ما بيحب المعلومات والله في ناس تانية فعلا عايزه تقعد وتسمع حاجات كده كويسه وبالتالي احنا في جوانب في الرياضه كويسه جدا في كل الانديه وفي المنتخبات ده اللي احنا شغالين لكن اكيد هنقيم الاشياء السيئه اكيد هيبقى لينا تقييم ليها ولينا يعني تصور بالنسبه بس برضو ازاي تطرحها وازاي تعرضها هي دي القناه اسمها 3BC 3BC برنامجك سبت واثنين واربع تقريبا صح انا موجود معاك بكره هتبقى ضيفي طبعا ان شاء الله باذن الله كابتن هادي يعني بنتمنى لك التوفيق في التجربه الاعلاميه القادمه باذن الله بتاعتك وفي حياتك بصفه عامه انت من الناس اللي خدمت النادي الاهلي بشكل كبير وخدمت الرياضه المصريه يعني انت راجل دولي وليك تواجد في منتخب مصر على فترات طويله مع بطولات كتيره انا بشكرك شكرا جزيلا ويعني الف شكر بجد على تشريفك ليا واتمنى لك التوفيق في شغلك شكرا كابتن وائل وبتمنى لك دايما التوفيق والنجاح وانت دايما مميز في كل حاجه بتشارك فيها في الكوره وفي التدريب وفي الاداره وفي الاعلام نتمنى ليك دايما التوفيق والنجاح وانت انسان محترم وجميل يعني شكرا كابتن هادي خشبه دي كانت حلقتنا النهارده مع الكابتن الخلوق كابتن هادي خشبه نجم النادي الاهلي السابق والاعلامي الرياضي الحالي بنتمنى له التوفيق طبعا في برنامجه الجديد كوره على الهادي على قناه 3BC اعلان رسمي اهو بنعمل اعلانات رسميه لكابتن هادي انما هو يستحق بدون ادنى شك استنونا باذن الله احنا بكره مش هنطلع عشان في مباريات الاهلي والزمالك بكره فهنطلع يوم السبت باذن الله استنونا في حلقه جديده من الرياضه اليوم مع وائل رياض سلام